يا هلا وسهلا فيكم في حلقة 393 أنا أحمد الراشد معي هنا خالد العبة الثاني هلا والله أهلا وسهلا هلا كيف كان الويكند؟ ماشي الحمد لله تمام؟ دبي أي. عمر يوسف. كيفك؟ تمام انا كذا قاعد اشوفك بين بين كذا أش... ال... بين الخطوط خطوط اي إيه؟ حقت ال... المايك <applause> <applause> كذا آه, اه انت هنا آه لا لحظه انت هناك هلا 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 نذكركم بالبودكاستات الصديقه اول شيء عندنا الكوره معنا بودكاست يتكلم عن الكره الاوروبيه والمحليه طبعا المحليه الحين اهم اكثر أي. واكثر من اول أي. <applause> وبالفانتسي انا خلاص في الحضيض اوف انا مره كذا نوز دايف ايش ظبطك صلاح اليوم اي عسى انا مكابتن صلاح مسوي فري هيت حاط كذا مشكل تسع نقاط وشكله بياخذ بونص 3 اوه الله اي ولسه باقي لنا مباراه والله الى الان 30 نقطه اي سليم يا ابوي <applause> إيه. غير كذا عندنا باس كبسه بودكاست يتكلم عن الثقافة السعودية والأحداث الجديدة في المنطقة م. بس أحداث يعني عادة تتمحور حول شو اسمه الترفيه غير كذا عندنا جبهة فيرس وشاقي كي أو لا أنت ما مو بشاقي كي يعني مور. إيه بس عادي في التويتش لسه تويتش لسه إيه. خلاص خليها آه شقة عادي غير التويتر تاعك لا احنا غيرنا حقته إيه. بس ما غيرنا اللي هنا إيه. إيه. عادي <applause> 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 طيب غير الحلقه اللي نشرتوها قبل ما في شيء خلاص <applause> في اخبار <applause> بعد بعد ست شهور يمكن في اخبار <applause> حلوه اليوم <applause> اللي إيه. لا بس مارفل مبدعين يوم اعلاناتهم آه. حلوه إيه. وعندهم ديت بول جديد وعندهم افلام خايسه بعد تريلر افلام خايسه مادام ويب لا مادام حقهم حق سوني آه مو مو في عالم مارفل؟ لا مو في عالم مارفل. تخيل ديدبول بول مره جاي. ايه في ديدبول بول فانتاستيك فور اعلن عن الكاست حقهم خلاص. فانتاستيك فور. فانتاستيك فور يعني. انيميشن نكس من حق التسعينات بيرجعونه. اسخ سوبر هيروز مروا على التاريخ. فانتاستيك فور. عندهم واحد واحد يحترق. ايه. واحد حجره. اي وحده تختفي واحدة واحد يتمطط عادي طيب طيب لوفي لو لوفي تمطط طيب, يعني طيب, بار طيب بار لوفي يتمطط طيب. تمطط لا هو على حسب استخدامه أيه عنده اكثر من جير <applause> لا بس حتى قبل الجير كان عنده هو يخترع له حركات بالجاتلينج لا هو عرفت هذا نقاشات حقين المانجا وحقين الكوميكس يقول انت سخيفين طيب انت مش نفسك <applause> اي لا بس هو يعني دبي بالراحه ممكن يقولك لك اي ويبس يا اخي مو <applause> <applause> خليك على فانتسي بس <applause> بس لا تدري ايش اتذكر فور اتذكر بيتر جريفن فاهم لما يجي لما يجي يفكر كذا يقول أممم، ادري ايش فانتاستيك فور فانتاستيك فور فانتاستيك انا اساسا قاعد يتذكر شيء <تصفيق> يعني <تصفيق> لا لا في اعلانات يعني بس ان شاء الله لما الشحن ماخذين بريك الفتره حقا. انا عارف انه ديد له تريلر جديد اي رهيب ديد بول ما يحتاج تشوف له شيء ما يحتاج تشوف له شيء خلاص شوف, شوف, أخلص شوف فيلم على طول يس. انا شفت الفيلمين انا اي كويس لا لا أيه الثالث شكل مرة, مره الثالث الحين دخلوه في عالم مارفل أيه لا, صار لا, لا, صار لا صار على نهايه تو يوم يجيب لك فيه شخصيه أيه أيه يجيب لك اياها أيه اي فالحين خلاص اخيرا وضعوا عليه يعني أي خلاص الحين لا وبيكون اول فيلم من مارفل ريد دار يعني تقييم فوق 18 هذا خلاص وهذا هذا جمهور هذا اللي ينفع له اي يعني ديزني خلاص بيخضعون الحين الافلام حقتهم صح ومسلسلاتهم بعد خلوها تي في ام اي اوكي فيعني في في تطورات شويتين اوكي طيب وش عندنا بعد باين من زمان ما قدمت واضح <applause> آه قيمونا على اي تونز آه يفيدنا كثير ويعني فضفضوا هناك عادي يقولوا لنا بودكاست حقكم رهيب مره ولا بودكاست حقكم خايس يا اخي يبيلكم تضبطون كذا وكذا وكذا آه حطوا تعليقاتكم وارائكم هناك وحتى في تويتر اذا تبغون آت العاب جيمنج آه سووا لنا منشن و وشاركوا برضو في في الهاشتاج اللي هو الان العاب 393 زين مشعل مو مشعل مشعل كان نسى ها؟ مشعل لو مشعل مقدم هو بينسى الرقم <applause> <kho atrio> لا, <applause> لا لا شوف هو ينسى اشياء انا انسى اشياء ثانيه عرفت ما في شيء يعني 100% يعني <applause> شكرا مجهود واحد على السبسكرايب يعطيك العافيه مجود وعليكم اه عليكم <تكولسلام boosting> السلام يا هلا وسهلا واهلا بكم كلكم يا تويتش شات شاترز ايوه زمان ما سمعت كلمه تشاترز اي اي ار سي واليوتيوبرز المستمعين بعدين صح الحلقه والمشاهدين المشاهدين طيب آه عندنا تقييمات تقييمين اول لعبه اللي هي سوسايد سكواد كل ذا جاستس ليج قيمها رواح واعطاها عاديه وقال تمنيت حقا أن أستمتع باللعبة ولكن للأسف الحركة الممتعة والسلسة لم تستطع أن تخفي القرارات الغريبة التي اتخذوها في تصميم وتكرار المهمات أدى ذلك إلى قتل متعتي فيها فيعني عندهم أساس زين إيه؟ في, في التحكم والمناقز آه إيه؟ والقتال وذا بس أنه المحتوى نفسه ما هو ما هو ايه المحتوى واعتقد انه حتى انت دبي عندك تقريبا إيه. نفس الراي هذا الاسبوع الماضي يعني, يعني تكلم عنه ايه. آه وعندنا تقييم ثاني من شخص جديد صراحة آه الاخ فهد عتيبي آه آه جاء صراحة هو هو اللي صمم كثير من الاشياء اللي سوى اللي في جيم اوف إيه. ذا وحقت فان فانسي الحين رو تو فانتسي الكاونت الله يعطيك العافيه فهد ما ما قصرت وهو اللي جاء قيم برضه بانشرز إيه. آه اول تقييم له آه اعطاها جيده جدا وقال انه يعود فريق فريق دونت نود بلعبه ذات توجه جديد بعالمها المظلم الذي يسوده غموض ذات القصص المثيرة وأحداث المترابطة ولكن أسلوب القتال الضعيف وتكرار الأعداء أثر على مستوى اللعبة اللعب والاستكشاف على القتال الضعيف أي <applause> لا ما ادري اذا ضعيف ولا لا <applause> <applause> ضحيه حيو احمد في تشالنجر جديد جاء نيو تشالنجر سوينا تكن تبديل صالح آه. آه. <applause> آه. ايش ما فاتك شيء فاتك طيب تقييم فهد العتيبي لانه اعطى جيده جدا للبانشرز اوكي بس ما فاتك هذا سوسا سكواد سكواد اعطاها عاديه كثير اوه كثير عاديه ليه بعد طيب أه يعطيك العافية يا رواح وفهد على التقييمات أه طيب عندنا ألعاب لعبناها وأول لعبة هل دايفرز 2 على طاري الاسبوع اللي فات اي طب في الجحيم اي طب في الجحيم نطف في الجحيم <applause> آه. لعبة يعني انا انا وياك لعبناها انت لعبتها بعد لعبت, لعبت لعبتها ما لعبتها. لا. 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 احنا الثلاثه لعبناها آه. انتم لعبتوها اكثر مني لا انا لعبت بس اول أنا مره بقول شيء واحد ويمكن قلت الاسبوع اللي راح التحكم والشوتينج مرة, مره 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 ممتاز وممتع مرة, مرة مره ممتع يعني لو تحطه في اي مكان بيصير ممتع ايه؟ لهالدرجه يعني التحكم ممتاز وهذا اكثر شيء يعني عجبني في اللعبه الاونلاين حقه مره مره سلس إيه؟ خش طب اطلع سوي اللي تبيه يعني الشباب خاشين مشن عادي اخش عليهم ايوه يمديك تخش ما مو بلازم مشن جديد مع بعض وفيها كروس بلاي فيها كروس بلاي بس طبعا هي على البلاي ستيشن بي سي بس اي حصريه بلاي ستيشن هذا انا بالنسبه لي اكثر شيء عاجبني في اللعبه وهذا حدي ما ما رحت شيء زياده خلصت التوتوريال يعني؟ ولا لا آه ب... لا رحت يمكن كم ثلاثه او اربع مشنز معاكم؟ اي شيء زي كذا أنا حولك ترى خشينا شيء على 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 السيف حقي أو ما أدري إذا يعتبر ولا لا بس أنا مسوي هوست وبعدين الباقي عند دبي على ما أظن كان معنا مشعل وإذا خلصت أيه. مهمة عند دبي, طيب آه دبي هل تحسب لك أنك مخلصة لو جتك طيب نظام المشنز أصلا آه يطلع لك زي جهة جهتين اوكي في الكوكب الرئيسي حق يعني سوبر آرث وفي على الجهة اليمين آه هناك في كواكب اللي هي حقت البجز انتم قاعدين تغزونها وتبون تحررونها ديموكراسي ديموكراسي نعم ديموكراسي على اليسار اللي هي جهة التوموتونز اللي هي الروبوت هي هذه قاعدة تغزو أوكي. تبي يعني تحاربك تدخل وانت تدافع عنه هم <applause> البرسل <applause> يعني أه اسهل يعني البدايه عاده تبداها عند البجز لانه اسهل بواجد من مم. انك تروح عند الاتومتونز يبي لها سيت اب الرابط. الروبوت هي من جد صعبه مره يبي لها سيت اب اللعبه تبدا بالصعوبات كلمه صعوبات زياده أه اخر اخر صعوبه طلعتها اسمها هل دايف أوه. اوه هاي الملعب اصلا يعني لسه انا قاعد العب عند تشالنجينج شيء زي كذا وانا ليفلي عشرة بس هل دايب ما ابغى ما ودي اشوفه صراحه <applause> <applause> المشنز في نوعين من المشنز في مشن اللي تدافع وفي مشنز اللي يكون في اكثر من منطقه في في الساند بوكس هذاك تبي تخلصها عشان تروح للاكستراكشن تطلع. في مهمات اللي تنقذ ناس في في مستعمرات هناك موجوده في في الكوكب نفسه عرفت تنقذ لك 10 خاص او 20 شخص كذا وتحميهم نفس الوقت لانهم يدخلون المكان هذه من مهمات الديفند اي هذه مهمات الديفند ايه. وفي مهمات اللي جيك هورد هذه بسيطه حتى ايه. لها م... لها تايمرز اي في اللي يقول لك اذبح 125 بق ايه. وعندك 10 دقائق ايه. طبعا 10 دقائق مو نظام يعني نظامها مو نظام ماستر هانتر 10 دقائق هذه يعطونك ريفورسمنت يعني يعطونك تقصف تستدعي آه. احد اذا احد مات الرفايف يعني نظام الريفايف هو محدود هو فيها صح؟ اي اللعبه آه خليني بس اشرح شيء زياده هي في تشيل معاك سلاحين سلاح برايمري وسلاح سكندري آه البرايمري عاده يكون زي اسولت شوت إيه. اشياء زي كذا والسكندري إيه ستل سايد آه مشين يعني سب مشين آه وتقدر آه تستدعي اشياء نفسك تقدر تستدعي امو بوكسز إيه؟ الباك باك كيف امو تقدر تستدعي آ... سبلاي بوكسز على إن اساس انك امو اللي معاك. تقدر تستدعي اسلحه اسلحه قويه اللي هي الهيفي هيفي مشن جن روكيت مش آ... سنايبر في آ... يعني في اسلحه كثيره تقدر تستدعيها تقدر تستدعي نيبامز آ... اشياء تفجر اشياء تجيب طيارات طيارات تقصف فجر اخوياك ايوه أي انا دبي انا ياما ياما انا ودبي فجرنا بعض ايه يعني وكل واحد يخانق الثاني وفي الستاتس يعلمونا كم دمج اللي اخوياك اللعبه فيها فرندلي فاير <تصفح> صدق مره كويس انه فيها ترى هو محل اللعبه صراحه ايه أي مع, مع انه يعني يعني عصب عليها وهذا آه بس انه فعليا في اللعبه محليتها زي ما إيه. قلت انت واللعبه اصلا طابعها يعني مو مو بجدي يعني فيها طابع كوميدي يعني مره, مره كدية. يعني حتى القصه ما حد مهتم اصلا وش أي. القصه لدرجه انه ما في قصه حتى, حتى هم تلقاهم مو مهتمين في القصه هم نفسهم اللاعبين اي بس هنا موضوع بس ادخل العب لك كم ميشن جمع لك ماتيريال طلع سو انلوك كم شيء اشتر لك ارمر وخلاص خل... خلينا نضحك البق العملاق لعبة لا لعبة لعبة <لا> تايتن جيم طوطو لا في واحد مره كبير تايتن يجي يدعس عليك على طول لا وفيها نظام اللعبه فيها فيزيكال دامج يعني اذا مثلا جاك واحد ضخم يعني بق او حشره ضخمه نضحك مثلا رجلك اليمين تتعور فتصير ما يمديك تركض فتشوف لعبك إيه آه إيه هذا يعني. ويعلمونك ترى يطلع لك علامه إيه من رجلك آه رجلك من دل آه دل لا دل لا, دل دل. لا لا اوكي ما طلعت لي أجل. تطلع علامه كذا يد بعدين ال يعني يد وين تطلع؟ تحت تحت, تحت كذا عند أه السمنة أه تقريبا يعني, يعني تقريبا نعم. يعني إيه لا, لا بس النص تطلع فانا مره أه واحد وكذا قعدت اعرج امشي واذا ضرب يدك ترى الريكويل يصير خايس وانت تصوب عاد وأنت تصوب آه إذا كنت واقف التصويب نفس المكان اللي أنت قاعد تطلق عليه بس وأنت تتحرك تشوف زي الدائرة يوريك get... فعليا أنت وين بتطلق. إيه وين بتطلق اه وتتحرك بسرعة اه الدائرة. وتتحرك بسرعة ايه تتحرك بسرعة خاصة وأنت تتحرك ولا عشان ما تعتمد روض. عليها هي بس يعني اه إيه فلما ايه تنضرب يدك يعني اه شو اسمه تشوفه يلعب <applause> الدائرة تلعب لعب. ونظام الرصاص فيها يعني مو محدود. لا ونظام الرصاص يعني اذا انت سويت اذا عشقت في نص اذا عشقت في نص المجازين خلاص راح لك راح باقي المجازين إيه. إيه. لازم لازم تتفضيك إذا ما فضيت ما أنت ما استغليت الرصاص، والرصاص محدود مثلا إذا ما إذا واحد ما عندك يعني يسوي سبلايز أو شيء فشوي أيه. كلا يقدر يسوي سبلاي يعني إيه. هذا الشيء الريسبلاي آه لها كل هذه الأشياء اللي, اللي تسوي لها كول أوت كل داون آه كول داون كول <applause> 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 أيه. نظام الباسكود اللي تسوي إي <applause> إي الكومبوز عجبتني أنا مرة أي. انا ما عبت. احب ذا النوع من انا أدل... انا قهرني بس من... جو في اللعبه هذه انك متى اقدر اضغط إيه. واسويها؟ المشكله هذه ما هي بزي اللي ربع دائره إيه شكله موشن اللي هي طق 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 جهات في إيه؟ بالكيبورد متعب تضغط كنترول تضغط كنترول بعدين تتحول على الارز متعبه شوي أوه بس اي بس, كي... <متعب> بس 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 بالتحكم نفسه تحكم الكيبورد ماوس مره ممتاز صراحه مره ممتاز اوكي بس لما تيجي تسوي هذا ريفورسمنت تطلبهم <applause> هنا <مزكلة> المشكله يجيك يعني شد عظمي في الاصابع آه ايش اسمه بس آه انا انا في في شيء قاعد يحصل لي ما ادري اذا بق ولا لا بس كثير من الاحيان يكون ستامنا حقي مو فاضي بس اجي ابغى ابغى اركض ما يركض او اني لازم اكون ضاغط لا ترى آه يتعب اللاعب صح؟ يتعب وفوق كذا في مناطق في اماكن يكون رمل ولا شيء زي كذا يتعب اكتر. آه يقدر يركض <applause> لا لا اتركك من هذه لا لا مكان عادي انا اشوف شباب قاعدين يركضون بيركض وراهم بعض الاحيان اضغط هو لأنه تضغط مره واحده ال3 عشان تروح ممكن يكون في بق تافه عليك ما هذا هو ما ادري ما يجي دايم بس كذا بعض الاحيان يصير حتى بعض الاحيان يصير يصير, يصير يصير اكثر وين في ال في الستيشن الهب ايه لما اجي ابغى اركض طبعا ما احتاجها في, تقدر تقدر في الهب فعادي في الهب ها ما تقدر تركض خليك ضاغط على الاثري بس مو تضغط على توجل هي بيكي بس, بيكي بس يركض بس 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 خفيفه يعني أجل جماعة مو بق هناك بس في هذا يمكن يجي بق في في اللعب بعض اللعب نفسه انا قاعد العب على البي سي على الفورتي ناينتي ايه والشباب قاعد يلعبون ستيم دك ها انا تصير لي بعض الاحيان يكون مليان الاستامنة مو مليان رمادي مليان ابيض اخضر ابيض آه عرفت اجي اركض تشوفه شوي كذا ينقص وبعدين يوقف ركض، <applause> فبعض الأحيان يكون لازم أكون ضاغط هولت بس هاي تحصل لي متى وين تحصل لي؟ تحصل لي حصلت لي يمكن مرتين أو ثلاثة فا يعني اوكي ما صارت كثير في ال اه شفت دبي كنت بقول لك اياها بس قاعد ادور على وقت صح قاعد وسجل هدف شو <applause> <applause> <وايجي>. اسمه آه <applause> <applause> آه صارت لي كذا مره ولاحظت انها تصير لي كثير من الاحيان اذا اذا في وحش وراي قاعد كذا ناشب لي اي ضربك ترى يعني يعني اتوقع رجلك لإن ما شفت علامه ما شفت شيء ايه يبي يبي اشوف وين الهد حقها أه. لان يمكن هي هذا الشيء اللي انا كنت اقول وش ذا ما يركض ويطلع اصابه أه. أه... اوكي بس والله وأنا اللعبه صراحه في عمار فاتي يقول العاب الان لو عندي اقتراح لكم وين اقدر ارسله؟ ابد منشنا على تويتر او او, أو ارسل, أو أرسل على, على الايميل انفو العاب دوت نت موجود موجود الايميل صح في البايو؟ موجود في البايو حق تويتر رح مم. تويتر ات العاب منشن حتى ايه؟ اه. من احلى الاستراتيجيات اللي اجيبها صراحه ال 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 الشسمة المورتر سنتري ايه عشان تخصفنا فيه لا أيه. تكذب من البوكس ما يجيك شيء <applause> لا ذيك المره يطلق مورتر صواريخ كذا على البوكس وتلقائيا من نفسه <applause> <والبالي تصفيق> المشكلة اي وش صار ذاك اليوم قاعدين نلعب وياه ومشعل خذينا مكان مرتفع كذا فيه زي التله كذا وبعدين بعدين ما هي باللي تله في نزول لا لكلف كذا أوكي. في طيحه خلاص ما يعني ما, ما يقدرون يجون الوحوش الا من جهه واحده مم. عرفت وحطينا الغام وحطينا مدري ايش وتاكين على القمه كذا وقاعد يطلق عليهم دبي شويه تحت عرفت بس قاعد يطلق على اللي قاعدين يجون من من ورا كذا لما يدخلون علينا فدبي سابقنا وتحمس وحط مورتر حطها صح بس وش وين جت؟ جت بعض الصواريخ حقت المورتر جت فوق في الجبل عندنا وقصفت مشعل <صفيق> سكين <طيرة. تصفيق> لا وترى في اظن في شيء اذا طرت فتره مسافه ما ادري كم متر لا اي يعطونك شيء يعطون مين اللي طار ولا اللي طار نفسه انضرب جايبين نسأل نسأل مشعل أعطيته آه تشيب من أحمد ربه ما حد <applause> قال <applause> يصير أنا جاني أنا جاني جاني كان في الجبل ما كان عند الحشرات بس كذا جاء من المورتر شوي على على الجبل <applause> الأصوات الأصوات حق الشخصيات جايبين مويد صوت سبايدر مان <تصفيق> 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 يوري لونثر هو الميل فويس طاري فويس لاينز يا أخي في فويس لاينز تضحك تفقع ضحك اللي حماس فور لاباتك والله آه والله ما استوعب عايشين الجو كي مره ميريكات مره مره استهبل اول اول ما يهبط اول اول ما, <أول ما, <أول ما, <أول ما, <أول ما لا لان لعبنا وكان في صجه حولنا وذا هم في آه اربع اصوات اثنين ميل واثنين فيميل اللي هو صوت الميل الاول هو صوت يوري لونثر اظن لاعبي فيميل اظن بنت مم. لعبتي يمديك تغير أيوة ما ما ادري انا انا سويت بس اي الت… هو عشوائي ترى عشوائي هم يعني يعطونك في البدايه اي اعطوني العشوائي بنت لا اللي يضحك يوم يوم يهبط يقول اتس تايم فور ديموكراسي اي ديموكراسي <صصح improv cours> بس <كتاب> <necessity>. <تصح <الله> والله يعني في لقطات كثيره في اللعبه اللي احس اني في وسط فيلم كذا تعرف اللي اكشن مره اللي وحش كبير كذا مره قاعد يهجم علي واطلق عليه اللي على اخر لحظه كذا اللي يموت تعرف اللي يوقف عندك مره بلوك باستر هوليوود إيه إيه موفي إيه كذا لا والميوزك إيه بعد حلو ترى الميوزك إيه حلو لما تهبطون والله تط... ينطفش منه مره نفس الاغنيه في كل شيء والله إيه <applause> <applause> مع الوقت تطفيها صراحه <applause> انا اشوف فيديوهات في تويتر دائما اللي يذبحون ال... الحشرات الكبيره بدروبس ايه يقوم ينزل السبلاي دروب فوق بالله إيه إيه والله يبيله لما ترجع رينفورس تقدر تذبح ايوه عشان ترى بدك ما بعد عنهم خليه روح لا فرصة. بالعكس روح للكبير اي اوكي اي أوكي. <applause> أوكي. لان انت لما ترجع بالريفورس تقدر تحرك شوي اي آه... الـ 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 <applause> شو حقيتك اي يبطوا فريدوم صوب شو اسمه الباد إيه. حقتك اي آه بس يا لا والله لعبه فاجاتنا وناس اه. انا يعني حسيت انه لعبه اللي كذا بينطفش منها بسرعه مم. بس والله لا كل ما لعبت جيم قاعد وفي في في مهمات ترى تحتاج تكون اربعه احنا في مهمة ايه. ما ما شو اسمها ما فزنا فيها نجيب ناس نوديهم ساينتست uh, ثلاثين بس اتوموتونس وصلنا ستة وعشرين تسعة وعشرين تسع تسع وعشرين. وعشرين. 29 <applause> باقي لنا واحد واحد بس آه. <applause> استقعدوا لنا مره استقعدوا لنا ويطلقون صواريخ مره قوي يعني. <applause> <أكل سفف. تصفيق> والله يا كميه <applause> <applause> روبوت سبحتهم ليه ما قلت بس ذاك المشن بس احنا ما في البدايه ما كنا عارفين في شو المشن ما ادري وين رحنا ورحنا على اخر الدقائق رحنا للمشن نفسي. لا هي الحلو في اللعبه عندنا عندنا برضه حاولنا نجيبها هو يعني. والحلو في اللعبه بس. انه يمديك يعني تستكشف انت بنفسك تستكشف كيف تسوي نظام المهمات هذه المهمات والوقت. اللي 40 دقيقه هذه مره حلوه هذه حلوه اي اللي تقعد تستكشف المنطقه وفي 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 اشياء جانبيه تسويها يمديك لو تبي تجمع ماتيريال هذه مره رهيبه يا والله انا مبسوط على اللعبه اللعبة حلوه مره اه في <applause> شيء زياده اللي بس نظام الاشياء اللي تشتريها في اللعبه <applause> <تص <applause> ايه الكريدتس في شيء اسمه سوبر كريديت تقدر تشتري منه في الستور تشتري ارمور اغلبها كوزمتيك الا الآرمر حق الجسم يعطيك ستاتس بس الاشياء اللي في الستور جت الى الان تقدر تحصلها من لعب عادي فوق كذا السوبر كريدتس هذه اللي هي الكريدت اللي تقدر تشتريها يمديك تحصلها في المشنز إيه انا حصلت اتذكر اتذكر سالتك انت قلت لي حق ال... أيه. هذا ايه فحتى البريميوم باس لو تلعب يعني كميه معينه يمديك تشتريه بدون بدون ما تدفع شيء اوكي منك تجمع وغير الباس العادي ممكن تاخذ <applause> يعني مو مو بزي الاشياء اللي فيها مايكرو ترانزاكشنز الثانيه اللي اللي لا يقعدون يخلونك اذا اذا ما تبدافع بدافع بالطاو آه لا هذه لا هذه ايه لا. اه لا في واحد من عندهم تكلم انه يعني يو هاف تو ارن ذا رايت تو مانيتايز يقول والله hey, hey. فموضوع ان هالطريقه المونتايزيشن حقهم بهالطريقه مو عجبني غير إيه لا 40 دولار ايه hey? اللعبه 40 دولار ايه, hey. إيه hey. 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 ف... في الستور السعودي اظن 161 اظن اوكي هذه هذه يعني ضرب 4 تقريبا اي hey. hey. ف يعني نفس يعني هن... سعر على اللايف سيرفس جيم اللي مسوينه صح يعني <applause> ايه لايف سيرفس ايه. ما هي فري لكن مضبوطه يعني مضبوطه فريق سو... هو فريق سويدي صح؟ الظاهر اتوقع اروح, إيه. ايه اروح ايه. ايه. لا لا انا بدعه صراحه باللعبه لا حلو انا 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 نفسي ما كنت ابدا ايه. يعني حاطه في الرادار لعبت ولا أه. انا إيه يعني يوم ما تحمس ابد يعني ما هي بشينه عروضهم لكن يعني بتشوف ايه اوكي اه انا هو بس كذا كذا تحس انه انذر شوتر بس يلا ايه ها عرفت؟ وخاصة ان اخر واحدة كانت توب داون ما تدري وش بيطلع منهم ايه, ايه صح بس والله وناسة الصراحة اللعبة لعبة, لعبة كذا ما ما كذا بس طب ولعب ما في فلسفة ما في خرابيط اه جميل تمام آه، وش عندنا اللعبة اللي بعدها اللعبة اللي بعدها بابا 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 باني شوب من اللعبة باني شوب باني شوب ghost بنشر بنشر هذه لعبتها أنا آه، البنشر اي بنشري صح <applause> 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 تبون اسم الحلقة شو <applause> اسمها باني شوب باني بانشر قلت شر لعبتها لعبتها انا وقت الريفيو ف من الالعاب اللي يعني دوت نوت من اخر لعبه لهم كانت آه هذه اللي هي لايف آه سترينج الاخيره كلرز اظن ترو كلرز اظن اسمها كان آه هذه ثاني لعبه لهم يسوونها بطريقه ثيرد بيرسون اكشن ار بي جي كانت اول فامباير فامبير او فامبير آه هذه كان اسمها فامباير اظن بس بالفر... مكتوبه بالفرنسية. ما ادري كانت فلسفه ايش آه شو يسمونه؟ هذه قريبه من ذيك بس انه بد... يعني بدل الفامبير يجيب لك اشباح موضوع الاشباح والشعوذه والسحر والاشياء هذه فيها لور حلو صراحه اوبا او مسابو بالفايف جيفت ساب الله مسابو شكرا على الجيفت العافيه يعطيك العافيه اه الله ينعم عليك <applause> 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 طيب هي, و... يعني هي يعني اللعبة يعني اللعبة بيسكلي جاد اوف بس انها فيها قرارات اه خالطين ايه؟ اكشن وقرارات اوكي يعني القرارات تاثر على ايش طيب؟ تاثر على النهاية حق القصة أوه، ايه. اه اه, اه،, اه. اوكي اوكي اه، اللعبة اللي لك انتل دون ولا مدري ايش اي هم هم يجيبون العاب ال... نظام العاب العاب الار بي جي اللي فيها دايلوج تشويسز واشياء <applause> أه على حسب الاشياء اللي قاعد تسويها في العالم في سات كوستات <applause> أه الاحداث حق لعبة تتغير يعني <applause> في الاخير أه طبعا الفكره ما فيها انك انت بانشر البانشرز هم ناس يطردون اشباح في العصور ال 1800 وشي <applause> وقت ما بعد ما الاوروبيين أه هاجروا لامريكا اوكي إيه انت تلعب في بوسطن أه في مدينه او مدينه صغيره اسمها نيو ايدن <applause> أه من نيو ايدن هذه فيها شبح او نا... يسمونه نايت مير هذا واحد من انواع الاشباح. النايتمرز هذول هذا زي ما تقول احد قديم ظلم في المكان والحين زي ما تقول روحه رجعت بس انه زي ما تقول تبي تنتقم وقاعد تعذب اهل المدينه كلها. مشخصه. مشخصه بالضبط. النايت مير ايش يسوي؟ آه يجيب مرض للمدينه امراض آه يعني مستعصيه آه يخ... ما يخليهم يعني ينامون، الاجواء نفسها حق اللي حول المدينه نفسها الوذر نفسه بشكل عام يعني كيب وجيم معاصف وبد ايش هذا يعني. ترون ف ايش يسمونه؟ وش قاعد اوصفهم <applause> كلمة واحدة ايه ف يلا ايه أي نايت هو الفكرة كذا انه بين نوع من انواع الاشباح القوية اللي حتى البانشرز واحد ما يكفي انه يوقفه فهذه القصة انتم تحاولون توقفون النايت مير هذا الشخصيتين الرئيسية اللي هو ريد مكريث اسمه سكوتلندي جندي سابق في الجيش ومعاه اللي هي حبيبته انتيا اسمها انتيا جبنا كوبيه من كوبا وهو اياها زي ما تقول هو تعلم تحت يدها كيف يطرد الاشباح okay. وهو يعني جبنا مع بعضهم هي تحولت صارت شبح صار لها شيء وصارت شبح ففي القصه انت الحين تلعب فيه تحاولون تنتقمون من لو توصلون للشيء اللي صار لزوجته او حبيبته في القصه في نفس الوقت انت عندك قرارات البانشز عندهم قوانين انه البشر مي الموتى ما يرجعون للحياه بس هنا يمديك تسوي استثناءات لنفسك عشان يبغى يرجع حبيبته بتختار هذا الشيء اذا تبي انت فانت عندك قرار اكثر من قرار لما تواجه اشباح معينين طبعا انت لما تروح يعني كل مدينه فيها مدن حول نيو ايدن تروح تمر عليها كل مدينه تمر عليها تحصل فيها اشباح موجودين واحد ظلم مات واحد دف خويه من فوق برج وخويه مات وحين رجع عرفت؟ وذاك هبل بسبته أه وتحاول تعرف ايش سبب موت الاشخاص هذول، طبعا الاشباح يجيبون ناس زي ما تقول ما ماتوا موته صح فلسه ارواحهم عالقة أن دورك انك يعني زي ما تقول انك يعني ترفعهم للاذر سايد او تخليهم يروحون الجانب الثاني من من الحياه. فعندك اكثر من قرار بانش اسند ولا دكتور الشخص اللي تسبب في موت الشخص له تنتقم ايه اوكي فعندك ثلاث قرارات اسند انت خلاص تخلي الاشباح يرجعون بسلام مم. بانش انت زي ما تقول ت ت ترسل الشبح اذا تحسيت ان الشبح كان اصلا حتى هو مسوي شيء غلط ترسله زي ما تقول بطريقه انه يموت بطريقه بشعه ويروح للهيل على قولتهم او الجحيم او تقتل الشخص اللي على حسب انت زي ما تقول استنتاجك من الموقف اللي صاير في فيها اسلوب تحقيق شوي اوكي فانا انا انا شغال سلفش برجع المدام بمشي واقتل الناس والله <applause> انت مجرم حبيبتي انت انت مجرم ما ادري ايش فالحلو ان في كونسيكونسز يعني في يعني ترجع لك هذه الاشياء انت لما تمشي في القصه بوسز معينين يجيبون طاري انك انت قاعد تسوي شيء غلط فالقتال يتغير اسلوب القتال حقه ايش يسمونه اشياء في القصه تتغير بين علاقه الشخصيات نفسهم آه يعني من من النواحي هذه ال ال حتى النهايات تتغير، يعني انا عارف النهايه اللي جبتها مختلفه عن النهايه اللي جابها فهد في التقييم. فهد كان ماشي بطريق ثاني. فهو نهايته جت بطريقه مختلفه، انا نهايته جت بطريقه مختلفه تماما. كم نهايه فيه ولا ما يقولون؟ ما حسبت صراحه كم نهايه، بس يمكن اتوقع اتوقع انه ما اتوقع تعدي خمس نهايات. اتوقع حول اربع نهايات او شيء زي كذا. بس انا النهايه جبتها اسوأ نهايه. <applause> اسوء نهايه متوقعه. آه الكومبات في اللعبه انك <تسجيل> يعني كسرت القواعد حقت البانشر طيب ايوه بس انا ابغى يعني ايه؟ يلا خلاص حصل تلعب على كيفك اه اه ما تصير بنشر ما تصير بنشري ما تصير بنشر ما تصير بنشري ما تصير بنشري <applause> خلاص <applause> طبعا هم هم, يسمون هم, با... هم يسمونهم هم يسمونهم <applause> يسمونهم بانشرز عشان بنشر عدن ايوه بنشر عدن الجديده ايش يسمونه؟ ايه بس الكومبات ما كان افضل شيء في اللعبه صراحه يعني ماخذين الكومبات حق فور بس ما تحس بال بالامباكت حق الضربه أوكي. ما تحس بوقعها والاعداء نفسهم مكررين نفس نفس الاشكال وكل خمس دقائق يطلعوا لك كانهم لعبه جي, جي, جي عرفت تمشي كذا في العالم تتمشى فجاه يطلعوا لك خمسه تخلص منهم بعد كم ما تعدي كم ثانيه يطلعوا لك مره ثانيه يا جماعه خلوني استكشف دوت نو بدك مع القصه بس لا تقد هم كويسين في القصه اي إيه إيه لا تدخل اي لا تدخل في الكومبات ولا شيء القصه نفسها العالم اللور البنينه <تص recuperative> لا هو يقصد انت لا تدخل القصه عشان ما ينحرق لا لا نتكلم دوت نو اوكي اي اه اوكي اقول لك خليكم في القصه لا انا خليني ساكت ف هي القصه حلوه الاحداث الشخصيات كتابتها جيده فكره القرارات والاشياء هذه حلوه بس الكومبات هو اللي صراحه الشيء اللي بعد شيء بعد حلو البازلز كانت حلوه في اللعبه الانفايرمنت بازلز والاشياء هذه لما تروح تسويها كانت جيده يعني ما ممتها. طويله حلو تخلصها بعيونك يعني اذا ودك يعني تنفع, <تنفع>, تنفع. أه، تقريبا ابو 20 ساعه 20. لا، أيه. انا ما خلصت كل سيت كوستات في سيت كوستات خليتها أوكي. بس سيت كوستات اللي لعبتها كانت حلوه ومربوطه بالمكان اللي انت فيه وفيها فيها كاتسينز وفيها قصه حلوه يعني واتوقع انه نهايتي كانت سيئه لاني ما كملت السايد <applause> بس والله يعني لعبه صراحه ممتعه واشوفها من الالعاب اللي ذا الشهر اللي نزلت كذا تحت الرادار ما ما لها تسويق تسويق عالي ينفع ترجع لها بعدين بعد بعد, بعد تخفيض عاد يقول شو اسمه بدر ثيس ودي يلعب نص اللي يلعبه خالد ما شاء الله وجريمر يقول اعلان تويتش على بثكم سوسايد سكواد ايش رايكم بالكارثه؟ تسويق مرتفق. <applause> مونتيزيشن ليش سوسايد سكواد؟ يطلع لك ت... اه الاعلان حقهم اوكي انا تصدق قريتها <تصفيق active> وقلت وش في اعلان وقعدت ادور في تويتر احنا ناسيين شيء ابو يقول <applause> على على الجفت سب اللي سواها قال جفت سب حصري في زمن اختفت فيه الحصريات اسقاطات هذا آه اذا كان عالمك بس بلاي ستيشن إكس بوكس نتندو لسه في حصريات لسه اكس بوكس برضو عندهم حصريات يعني بس في كم لعبه, لعبة. يعني اربع العاب بس نتكلم على الموضوع بعد شوي <تصفيق mate> بس, أه بس اربع بس تحتاج, آه. تحتاج يعني شو خلنا في الاخبار خلنا بالأخبار بس بس هذا هذا يعني بانشر تجربتي فيها اوكي آه، انتهينا من البنشر ونروح الى انذر كود ريكولكشن ما حطول انا خلصت اللعبتين آه، بصراحه يعني يعني انا انا ودي العب حقت الدي اس الاولى بس عشان يعني اشوف فعلا هل هي كانت يعني مره عاديه لهالدرجه صراحه اللعبه فيها اشياء حلوه زي كذا كم بازل حلو لكن اغلب البازلز او الالغاز آه مرة بسيطة، تعرف اللي بسيطة بزيادة ما هي يعني تحس انها كانت توتوريال شيء بتسويه بعدين بعدين خلاص م. بس هذا هو البازل الأولى كانت آم. كان الغموض فيها حلو صراحة آم. بس يعني في النهاية كان يعني منتج لا بأس به. الثاني حسيته كانه لايف سترينج يابانية عرفت <applause> <applause> كلها ثيمز حق مراهقين ومدري ايش انا ما ما استمتعت فيه مره بس في كم موقف كان حلو يعني في القصه ولكن صراحه الثانيه كانت مره تطفش ما يعني ما ما كانت مره ولكن انا ابغى اشوف يعني اللي في الفئه العمريه هذه اذا لعبوها وش يعني هل هل يعني بيشوفونه شيء حلو بالنسبه لهم كقصه وهذا ولا م. لا؟ ااا أه وصراحة في الثانيه حاولوا يعيدون نفس طريقة يعني في تويست معين يصير في الأولى حاولوا يعيدونه في نفس الطريقة عرفت؟ غلط وما ما مرة ما خاصة أتوق... أنا توني طالع من الأولى جاي الثانية أتوقع لو أنك يعني لعب ال... على وقتها ثنتين عادي كان لانه فات فيه فترة زمنية بينهم طويلة. الأولى كانت على الدي اس والثانية أظن على الوي. ايه. آه فما وشيء ثاني عجبني التصميم شخصيات حلو هو أنمي بس إيه. إنه فيه لمسة حلوة يعني تحسه مميزة. ايه هم أرك سيستم اشتغلوا عليها. هم اللي اشتغلوا على البورت هذا. أي البورت ايوه. بس صراحة اكتشفت أن أرك سيستم صدق 3 دي ما عندهم سالفة. او انه يمكن اللعبه عشان على سويتش ما حطوا اسيتس قويه او موكي. يمكن بادجت ما كان عالي لان هم بالعاده ستايل يعني عاد بالعاده ستايلهم 2 أه دي سل لان شوف لان 3 دي مودلز حقت الشخصيات حلوه حلوه صراحه ايه. جميله أه بس الـ 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 البيئات خاصه في الاولى سيئه مره مم. قبيحه 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 الى عاديه كذا يمكن ماشيين على ما ادري انا بجت الثانيه البيئات احلى ازين بس لسه ما هي مو بافضل شيء بس انه يعني على الاقل يعني قريب قريب من مظهر اللي حق تروي ما شفت حق تروي اوكي الثانيه الجزء الثاني لان هي لعبتين اي بس في اليابان كانت في اليابان ايوه كانت بس ترك اظن ايوه اظن انها هي اول مره تنزل في الغرب اي ف يعني اللعبة يعني ما ما جازت لي صراحة م. مرة ان أه شاء الله بنزل أه تقييمها قريب أه وبس انا بس ودي اعرف اللي لعبوها هم يعني ابغى اعرف يعني راي المراهقين <تصفح> هذا اذا لعبوها اكيد بيلعبون لك بلاكس ولا شيء بس ودي اشوف ايش رايهم في في هذه القصة في سؤال بس. لك يا دبي من بي كي 311 يقول هل في اخبار عن اغنيه الحرير؟ ما ما في هذا في اخبار يعني كان صاجكم من بدايه الحلقه انا شايف اخبار عن الردد حقهم اللي بقفلونه مسوين اضراب وشو حقين ها؟ حقين هارو نايت اه اوكي okay. انت معهم؟ ما, حم... ما يدخل انا okay. مسوي نفسي ميت <applause> 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 بس هذه كانت انذر كود ريكولكشن عندنا اللعبه اللي بعدها جراند بلو فانتسي ريلينك لعبتها انت اللي لعبتها اكثر لعبه ار بي جي في التاريخ ها؟ اكثر لعبه ار بي جي في التاريخ والله خلصتها ايه خذ مره قصيره حرفيا ترى ثلاث جلسات خلصتها وكيف اللعبه؟ ابو اخذت مني ابو 13 ساعه كذا هي هي اصلا الاساس حقها في الاند جيم يس والله زي مونستر هانتر هي الفكره حقتها هي حرفيا لعبه لعبه جوالات حطيناها في لعبه في لعبه تربل يعني اوكي يعني مو من ناحيه لعب <applause> الجيم لا لا الجيم بلاي اكشن ممتاز الكومبات ممتاز في اللعبه القصه يعني زيرو على الشمال <تصفيق> <تصفيق> أنا آه لا انا انا حولها زرفين اشياء من فانسي كثير وشو؟ في سامونز باهمت ومدري مين موجودين لا لا باهمت ما هو بشيء فن اي بس يعني في كذا عرفت اللي اي عارف بس يعني عرفت اللي حسيت اوكي في نظام سامونز موجود ماخذينه نفس الفكره آه، الكومبات حلو البا البا البارتي نفسها عادي شخصيات عاديه كلها ستري تايب مم. يعني ماشيين على ستري حق مم. الانمي آه، في شخصيات موجوده يعني تطلعها وتلعب فيها بس مو موجوده في القصه مم. ولهم فويس اكترز بس تسمعهم بس لما يسمعوا حركاتهم اوكي آه، في ب... في شخصيات بعدين يضمون معك في البارتي على مدى القصه يصيرون معك آه... انا لعبت فويس اكتنج انجليزي كان مره سيء امريكي بحت كان مره سيء حاولت ياباني حاولت ياباني بعدين لو تسمع صوت التنين اللي معك هو يتكلم يا ساتر فيلم كرتوني اي دود مستر فيكس مان تلقاه فجاه في الياباني كذا الكومبات جيد صراحه استمتعت فيه هو اللي خلاني صراحه امشي في اللعبه الكومبات النظام اللينكس حق القتال او أه القصه برضو مو بزينه ها القصه عاديه كانت يعني okay. أه خلصتها والبوس فايتس كانت حلوه في اللعبه ما كانت شينه أه يوم خلصتها بدي يفتحوا اللي هو هي اللعبه تسع شابترات او عشر شابترات معليش عشر شابترات والفصل الاخير اللي بعدهم اسمه شابتر زيرو شابتر زيرو هذا هو الاند جيم <applause> آه تصيرون خلاص تفتحون مهمات آه تروحون الليدر بورد كذا تحصلون كوستات وشخصيه يعطيك كوستات وتمشون الوضع كله جاتشا شو الجاتشا تمشي كوستات يلا هنا في بوس صغير جنشن تقدر تقول تقريبا ايوه وقالوا هم قالوا بعد انهم ناويين يعني بينزلون ابديتس على المدى البعيد يعني آه بتكون يعني كانها سيرفس جيم على المدى الطويل اي بيضيفون شخصية جديده هو اوريدي في شخصيات كثيره ما انت ما فتحتها اي ما واجد شخصيات أه الحلو في الشخصيات على الاقل انه حركاتهم مختلفه كل واحد عنده نظام مختلف ابيليتيز مختلفه, مختلفة. أه يعني يمديك تغير بينهم او اللعبه واضح انها حقت يعني تفريم يعني اذا انت تبي تفتح تطور اسلحتك تطور دروع والاشياء ذي أه سمعت انه بعد في ناس من 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 تطوير فريق تطوير بوستر هانتر اشتغل اشتغلين على اللعبه اوكي أه وحق صح سنجلير هي فيها فيها اظن اونلاين فيها اونلاين ضد ال إيه؟ في المشنز. ايه, ايه في أونلاين اه هي بلاي ستيشن وبي سي صح؟ اه ايه بلاي ستيشن وبي سي. بلاي ستيشن 4 5 وبي سي. تشتغل على ستيم دك؟ فيرفايد؟ اتوقع تشتغل اتوقع انه يشتغل لان لان مظهر اللعبه ما هو بشيء اي ايه ايه. لا لا بس قلت يمكن ما اهتموا. الامانه الامانه الـ 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 رسوم البيئات والتوجه الفني حقها مره مره مر ممتاز صراحه. حلو ايه اثرها. ايه ايه. الكاتسينز بعضها والمشاهد في قتالات تصير ويعني يعني تغير البيئه اللي حولك. كذا يصير كأنك تحسك يعني تتابع انمي 2D حقها مره حلو كان. آه في قتالات زعماء كانت يعني ايبك كذا وقتالات و... ب... زي ما تقول سامنز ضربون آه كانت ممتعه شويه يعني ما انها سهله يعني آه مربع مثل داير اكس اللي آه بس انه يعني ممتعه كانت بشكل عام انبسطت فيها. ولعبه يعني جيده انا لو يعني بقيمها بعطيها جيده يعني غالبا. كنت بسألك أه بتقيمها ولا لا؟ ما اعرف. يعني اتوقع يكفي تكلمت عنها في البودكاست. من كثر الزحمه اللي عندي. خلينا نلحق. الله الله يعينك. آه طيب هذه كانت جرام بلو فانتسي ريلينك ننتقل الى ماريو فيرسز دونكي كونك آه هذه لعبت الديمو حقها قبل والحين آه جاتنا اللعبه الكامله. آه السعوديه ما قصروا. ارسلوا لنا اللعبه ومعاها كذا بوكس اغراض صندوق كلها فيه العاب مختلفه أوي. كيشين أه، بازلز مدري ايش أه، تلقون في انبوكسنج خفيف سويته أه، موجود في تويتر وانستغرام تابعوه و... ويعني ان شاء الله يعجبكم ال... ال... الانبوكسنج الانبوكسنج كان صراحه يعني بسيط كذا بسيط وخفيف أم كملت اللعبه والله دعس فيها اوف ويعني عوالم كثيره عديتها والله يعني اللعبه وناسه ما ما في شيء اللي قلت اوف واو بس هي لعبه جيم بوي ادفانس صح؟ كانت جيم بوي ادفانس وهنا زبطوها يعني خلوها خلوها 3 دي وانيميشنز ومادري ايش. ريميك يعني بسكلي. إيه تقدر تقول ايه حاطين لها مالتي بلاير مم. اذا احد ثاني لعب معاك يغيرون لك شوي في المرحله. اوكي. يصير المكان في دائما مف... دائما باب فيه مفتاح. دائما كل كل مرحله يحطون لك قسمين، قسم في البدايه تاخذ مفتاح وتوديه عند الباب عشان تدخل القسم الثاني. مم. فهذا القسم يصير يحطون لك مفتاح ثاني. والباب نفسه يقفلونه بقفلين. عشان واحد يصير يجيب المفتاح الثاني يعني و... ايه والثاني يجيب مفتاح ذهبي ومفتاح فضي. مم. الفضي أوكي. مفتاح كذا يطير. اه عرفت؟ بس تلمسه يصير يطير معاك. بس اذا خذيت مفتاح ثاني هو يطير معاك يرجع. لازم او انه يثبت في مكان معين. فلازم تستخدمه انت قبل فلازم يا انك ما تقدر تاخذ الا مفتاح واحد معاك. مم. فيا انك تروح توديه وتفتح الباب بعدين تروح تجي تاخذ المفتاح الثاني وترجع تجيبه او انه كل واحد فيكم ياخذ مفتاح تروحون مع بعض لل... عند الباب. آم... فلعبت كثير مثل بال... بال... مع واحد من اصحابي و... ولعبت لحالي كثير. آ... اللي لحالك طبعا اسرع بس آ... مع شخص ثاني اونس. خاصه انهم يعني عدلوا كم شيء في المرحله. مم. عشان يخلونها يعني مرحلة ممتعة تنفع اي ممتعه الـ ايه؟ الـ الاثنين يعني انهم يلعبونها أم أم بصراحه اللعبه كل كل عالم تبدا تعطيك او مو حتى كل عالم بعض الاحيان كل كم مرحله يجيبون لك افكار جديده يجيبون لك اعداء جديدين وكلهم يعني احس كذا حطوا لهم بازلز حلوه الغاز حلوه بس من ال يعني من السهل الممتع ما هو اه ايه ما هو باللي ما هو بغثيث ولا هو ولا هو بممل مسجد. ها مم. ولا هو باللي كذا على اعصابك دايم ولا شيء حلوه يعني اه اتوقع يعني لو لو تلعبها مثلا مع مع افراد العائله ولا شيء قارب ما ادري ايش مره مره بتنبسط بينبسطون الاهالي اكيد بينبسطون عليها خاصة عندك مثلا اخو صغير لعب معاك كذا ست سنين سبع سنين ولا شيء بصون عليها ولو حتى مو باهالي ولا شيء بتنبسط فيها برضو بس انه يعني لا تتوقع الشيء اللي مره مره معقد يمكن بعدين انا الحين في توني معدي العالم السادس اوه هي كم كم عالم تقريبا؟ ما ادري بس بس الحين بدات تجيني اشياء اللي في صعوبة او يلا بسرعه لازم تسويها ولا بس ما في شيء اللي شد شعر. عرفت؟ كله سهل. واللعبه نظامها انه كل عالم عندك ست مراحل عاديه اللي هي تقدر تجمع فيها هدايا ثلاث هدايا وهذه مو بلازم تاخذها ثلاث هدايا لكن عشان الكلير وعلى اخر شو اسمه على على اخر المرحله تلقى تلقى الميني ماريو هذا اللي, اللي اول ما تمسكه خلاص تنتهي المرحله إيه. هذه ست مراحل منها بعدين في مرحله آه تودي الميني ماريوز كذا يلحقونك <تصفيق> ها <تصفيق> تود إيه توديهم عند البوكس أيه؟ بس نفس الوقت في برضه بدل الهدايا فيه ثلاثه احرف توي تي او واي مم. تاخذها برضه حق الكم... إيه لا التي او واي عشان اظن يفكون لك الصندوق مم. بعد ما يفكون لك الصندوق توديهم صح التوي مو بزي الهدايا هذا لازم التوي تاخذهم آه وبعدين اخر مرحله في العالم يكون تحارب ضد دونكي كونغ يصير جالس كذا في النص فوق آه وفي كل عالم في شيء مختلف تسويه آه وعقبات مختلفه لكن في النهايه انت لازم تضربه اربع مرات يعني ترمي عليه شيء فيه يعني واحد المراحل ترمي زبايل عليه <applause> الفكرة ان العالم الحين مو مو كان فيه ست مراحل كل مرحلة تجيب ميني ماريو جمعت الستة وديتهم عند البوكس في المرحلة الخامسة السابعة قصدي في الثامنة هم الستة ماريوز هذولي او اللي وات اللي جمعتهم هم الفرص اللي عندك كل ما يطقك دونكي كونج يروح واحد آه، اوكي خلينا كانها ارواح يعني مع انه في ارواح في اللعبه نفسها صدق. يا yeah. لطيفه خفيفه mm. حلوه متى 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 نتوقع تشوف لعبه دونكي كونغ فيرس ماريو؟ دونكي كونج فيرس ماريو اوف اخر مره شفناها في دونكي كونج 2 كان كان دونكي كونج جونيور ايوه يروح ينقذ دونكي كونج من ماريو او من سوري من جمب مان قبل لا يصير اسمه ماريو <applause> <تصفيق> <تصفيق> والله كان الجزء الاول دوكي كونغ انت جمب مان تروح تنقذ باولين من من دوكي كونغ بس بعد ما انقذت <applause> باولين ظاهر ها؟ ما هي باولين مو باولين ملا. شو اسمه؟ لا الا باولين المهم أي. آه أي باولين. شو اسمه؟ وبعدين الجزء الثاني انت تروح دوك جونيور تنقذ دوك من من ماريو تلقاه حابسه كذا حابس دوك في قفص اوف أي... <مع Rainbow queen> <تصفح> بعد ما هجده في الجزء الاول طبعا باركون الشباب عادل ومشعل مرور خمس سنوات الدبي اعلان سكسون بس آه، والله مستمتع فيها والكوب فيها مو بشين حلو ااا آه، والكوب عادي في وسط المرحلة يخش معك اه في وقت. اي وقت حلو أي. آه، وبس الـ آه، في لعبة تبغى تتكلم عنها يا احمد انا الحين قاعد العب ياكوزا لايك دراجون الثامنة أي. انا قاعد العبها ترى لسه على فكرة يعني احنا عاد تكلمنا عنها واجد بس أي. في عندك راي يمكن ولا آه. شيء تضيف طيب. لعبة خرافية بس كذا <applause> انا امس انا ليومين راجع العب بالاند جيم وخلصت امس دوندوكا ايلاند اوه انا خلصت انا ودوني لدوندوكا ايلاند ما طلعت منها الا يوم خلصتها كلها لا امس انا لا امس قلت انا خفيه شيء خليتها قلت خلى هذه ارجع لها بعدين أي. هذه خليتها بعد الاند جيم قاعد اشغل عليها لا وصلت الحين سوجي مون قاعد اخلصها بعد سوجي مون خلصتها من اول وفتحت الدنجل الاخير اوكي فانا دنجل في دنجل فانا مفتح هذا لسه ما ما مشيت فيه لسه مم. انا وصلت الحين تشابتر الاخير اوكي okay. صراحه ما ودي اخلص okay. والله ما الومك <applause> <applause> لا <تصفيق> لسه من كثر ما انا يعني لسه متعلق باللعبه لسه قاعد ارجع لها انا لا لا ابدع الصراحه حلو طيب ننتقل لاخبار العاب <applause> 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 اول خبر اللي هو يعني خلاص يعني كثير ناس آه شو اسمه تكلموا عنه وهذا فوت ماب قاعد يصجنا حطيت <applause> شلت نوتيفيكيشنز انت آه. تتكلم سكسون ترى اه مو فوت موب <applause> <بل تصفيق> فوت موب ايش صار يصير؟ ايش ايش؟ صوت صراصير يعني اه صوت صراصير آه. سيم سيم <applause> سيم, سيم. هذه صوت عصافير مو بصراصير <applause> انا احاول اربطها بالموضوع صور اسلك عادي نسلك اول شيء آه الجهاز الجديد النينتندو سويتش الجاي يقول لك انه بيتاجل زياده الى <applause> الى بدايه 2025 <applause> طبعا كلها مصادر من VGC في جي سي بدي جيم كرونيكلز ويور جيمر ايش انا جاي بقول لك انا, أنا يعني كنت بقول انا ترى مع دبي في هذه <applause> انا الحين وضعي بعد دبي في هذه خلاص اللي اللي ما في جهاز جديد من نينتندو الا اذا خلاص هم اعلنوا عنه وخلاص صافي. هم شكل نينتندو ايه عرفت خايفين خايفين عرفت اللي متمسكين بالسويتش الحين خايفين الجنريشن اللي بعده يجيبون العيد زي هم هي قالوا انهم خايفين ايه؟ هم قالوا احنا لان يعني دائما مع الترانزيشن من جيل الى جيل نجيب العيد ها نجيب العيد لان هم يعني صارت لهم من سوبر نينتندو للان 64 مع ان 64 يعني ضبط موره لكن مو زي بلاي ستيشن أيه. بلاي ستيشن وين فرق في المبيعات أيه. وش اسمه لما جاوا ينتقلون من الوي بعد نجاح الوي الى الويو ويو كان كارثه ليه آه جيم كيوب بعد بس جيم كيوب كان جاي من ان 64 64 ما كان يعني اللي م. واو نجاحه عرفت أيه. فهم حتى في انفستر ميتينجز يعني آه، شو اسمه آه في اجتماعات اللي يسوونها مع المستثمرين وال... اي مع المستثمرين وذا قالوا انه يعني احنا خايفين من النقله انه ما نبغى نغلط زي اول يعني انا عندي اقتراح لهم مم. يبدون ينزلون اربع حصريات يعني. حبه حبه على الجهه الثانيه <applause> <applause> اربعه؟ ايه اربعه اثنين بطلع... لا... جال وحده اثنين لايف سيرفس واش اثنين سوبر سماش؟ سوبر سماش وماري كارت ماري كارت تكون سبلاتون 3 تعرف سبلاتون 3 صح؟ سبلاتون 3 واحدة من اللي سبلاتون 3 ممكن والله كلها تنفع عندي فوم ستار صح انا جربت فوم ستار ما تكلمت عنها خلها الاسبوع الجاي عشان تلعبها زيادة انا امس نازل باتش ماني بلاعبها زيادة بس الله حق والله فوم ستارز كان يعني صراحه تحكمها وهذا حلو الموفمنت فيها بس يعني اللعب فيها الشخصيات وذا مره مره غريبه المهم فنرجع للخبر نتندو يقول لك انه مصادر كثيره من من شو اسمه مواقع معروفه يقولون انه يتأجل الى الربع الاول حتى هم قالوا يعني الاشاعات تقول انه انه ان هم قالوا للمطورين انه ترى تاجل الجهاز ايه انه اساس قالوا المطورين سواليف اللي بيصرف سالفه انه مو بنازل سويتشز <applause> يا اخي يا اخي انا انا صراحه قالوا بياجلون <applause> انا ما ادري عندي احساس انا بعد ما, 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 ما شفت الخبر هذا انا عندي احساس حس نتندو كذا جالسه يعني مناويه في 2026 ولا شيء نتنزل جهاز جديد <applause> لما يمر عشر سنوات مب يعني ناوي في اي وقت قبلها ها وكل قاعد يقول جرا بينزل هالسنه ولا هذا بينزل مدري وش ولا بينزل مدري ها وحسم كذا قاعدين يطالعون اللي طيب. تقول لي ماريو الجاي طيب. <applause> <applause> وبعدين يجيهم ناس زينا وراهم ما نزل ما مدري وش هو <applause> اذا مو نازل جهاز جديد معناته في العاب حلوه في الهوليدي سيزون المفروض من سوي من نينتندو يمكن أنا ما في شيء يعني مره ذا دل... بداية السنة ما في الا ما في الا بيتش وما ندري اذا لعبة زينة اصلا إيه. بتنزل الشهر الجاي هي صح؟ ايه أوه. والله ممكن يعني العاب من بداية جولاي حتى تكون كويسة في بيبر ماريو لسه ما قالها أضواء تاريخ بي بيبر بريو. ماريو صح السنة إيه. هذه قالوا بس سنة بس ما قالوا متى إيه. بالضبط لا بيبر ماريو اتوقع يعني ابريل إيه يمكن اي شيء أي. زي كذا الربع الثاني آه يعني ممكن الشهر الجاي نشوف اعلانات منهم دايركت اتوقع دايركت الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي اتوقع حق الثيرد بارتي هذا اه لا. اي ايه. هو كان هو هو جاي يكون هو الفرست بارتي هو هو كان يمكن. اي هو كان في كلام آه كان في مفترض آه دايركت بس تاجل عشان موضوع اي هذا آه البارتنر. هذا, آه هذا البارتنر هذا ال. اوكي متوقع انها بارتنر ما مب بحتى اكيد ف ما ادري يمكن يمكن إيه عشان نهايه عمر الجهاز ينزلوا لك العاب كذا غريب غريب يعني السنه ذي يعني فاضي ما في شيء شوف عندكم يعني فرصه تطلعونه تبيعون يعني ما في منافس لكم هذا المفروض يبيعونه هالسنه متى تعرفون ان صدق بتنزل بينزل جهاز جديد؟ ايه. لما يعلنون لعبه كيربي كذا كلبيه <applause> <تكلمان> دائما في نهايه, نهاية خاصه البورتبل صح في البورتبل نهايه الجيل ايه؟ او حتى يعني تنزل بعد ما نزل الجهاز الجديد صح ايه؟ كيربي كيربي لازم أعرف, اعرف ان الجهاز جاي وشكله سوك سونج بعد والله كيربي اذا <applause> قد <جيد> اندكيتر صح سونج <applause> <applause> شكلها بتنزل مع سويتش 2 عشان كذا ما نجلينا لا بس الغريب في سوك سونج اوكي اعلنوها في نينتندو دايركت فقلنا خلاص شكل التسويق مع نينتندو زي زي بعدين طلع مع اكس بوكس بعدين طلع مع اكس بوكس انه دي 1 في جيم باس لحظه وين التسويق وش السالفه ف والحين ما في شيء ف ما ادري شو وضعها مره مره ما ادري شو وضعها يا الايام الايام بتثبت يعني الايام ذي بتبين الامور اكثر اصلا بيبين آه. زي ما قال دبي على الريليسز على الاطلاقات الالعاب إيه؟ وش بي وش بيعلنون عن العاب اذا العاب يعني آه ممكن جاي. يا قويه مره او شيء كيربي ما كيربي وذا وبعدين إن انا اتوقع يعني اذا في اذا في لعبه قويه بيعلنون عنها بيعلنونها مع الجهاز الجاي غالبا يعني بس تكون تدري تكون ترى هذه يعني. الحين احنا يعني الشهر الجاي خلاص يصير السويتش كم سبع سنين خلاص ايوه ترى اطول فتره الجهاز كونسول كونسول جلس فيه قبل لا ينزل الكونسول الجيل الجديد ما اتكلم انه نهايه عمره لا قبل لا ينزل بس ها كان اكس بوكس 360 مم. نزل في 2005 ونزل اكس بوكس 1 في 2013 هذه ثمان سنين مم. الحين لو يكملون لين مارش الجاي بيصير زي ال 360 إيه. آه ان ما عداه الغريب انه حتى جهاز محمول. ايوه. وجلس مر. هالفترة. يعني حتى الدي اس اللي هو الدي اس اللي مرة مرة طول. ما طول. جلس من 2000 و... نهاية 2004 إلى 2011. امم. سبع سنين. ما طول يعني. في عبد الله. ايه سبيعي. ايوه. يقول شو اسمه في أخبار إنه بيكون في حملة المترويد شهر 5 وصلت سلطاب سلطاب سلطان اسمه اوكي مترويد برايم 4 اي ثينك از ذا لاست وان اون ذا سويتش بيفور نيو انه يعني بتكون اخر لعبه <applause> قبل اطلاق الجهاز قبل الاطلاق إيه. والله يعني <applause> احس إيه ممكن يستغلون الجهاز الجديد اي انا نفسي احس او انها إيه كروس ممكن إيه ياجلونها للجهاز هم الحين قالوا انه اللعبه بتكون في يعني الجهاز بيكون في هذا <applause> باكورد كومباتبلتي فهمت اي إيه هذا 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 قالوا انه بيكون بيكون بيشغل العاب قديمه ويحسن الالعاب الحاليه. م. بس ما ادري اذا يحسن على طول كذا ولا في باب الطاقه ولا ولا لازم باتش. م. انا اتوقع باتش. لازم باتش من م. المطور. آم. طيب آه خبر اللي بعده عندنا آه ال اخبار مايكروسوفت إيه. البودكاست اللي. بودكاست يا اخي ليش ما يخلي بودكاست 22 دقيقة؟ <تصفيق> <تصفيق> والله والله ما يستحون يسمونه بودكاست. من <applause> جد هذا فيديو عادي يوتيوب ايه؟ عرفت؟ شورت فيديو حتى. فيديو ايه؟ ايه؟ نقاشي انتهى الموضوع. ايه خلاص اي بزنس شو خلاص. طبعا اللي بان لي صراحة في في الخبرة أول شيء خلينا نقول وش قالوا من هم. الأخبار قالوا انه في بس أربع ألعاب. ايوه اثنين خدماتية واثنين العاب صغيرة صراحة. صراحة صغيرة. ايه. فطبعا كل إن يقول انها الخدماتيه سيف ثيفز اصلا هم بعد اظنهم لمحين في التويتر وفيه أه جراوندد. جراوندد بس في لعبه ثانيه بعد والالعاب الصغيره أه بنتمت وهاي فايرش وهاي فايرش أه يعني فعليا مو بمره غيروا عن اول اي ما ما كان يعني اوريدي عندهم أه عندهم ماينكرافت عندهم اوري آه، اوري عندهم كاب هيد ايوه آه، طب قل،, قل قل ماينكرافت من اول هي ما بلاتفورم فهم شروها وخلاص فيمكن ما تحسب هذه بس انه هم من اول هم ينشرون العاب لهم على اجهزه ثانيه بس بعدين بعد ما بعد ما تنزل بعد ما باي باي تنزل اكس بوكس بي سي فتره ايوه سيف فيس كم لها الحين سز... بتكمل سبع سنين هي. اللعبه نازله بس فرق بين كاب هيد واوري انه مو باستوديو استوديو يملكونهم ليش مو ستوديوز ما يملكونهم؟ لا ما, ما يملكونهم بس بس انا الاي بي ام دي اتش ار حق لا, لا حق ما يملكونه مايكروسوفت حتى حقوري حتى حقوري آه بس انا الاي بي يملكونهم الاي بي يملكونهم اي, يعني. أي. لما لما العابهم يعني تطلع يجيب لك اكس بوكس ستوديوز اظن او اكس بوكس ببلشنج او شيء زي كذا بس استديوهات مو تبع مو تبع مايكروسوفت ترى هذا أه موقع ايه مع لعبه ديفيجن ايوة مطور اوري الحين قاعد يشغل لعبته هذه آه ايش كان اسمها ايش يسمونه آه نو ايش يسمونها سولز من فوق نورس فور ذا وكت شيء زي اي هذه مع مع 2 كي حقهم ايه. <applause> البرايفت ديفيجن برايفت ديفجن. ديفجن. بس اللي هم بس يعني حصريين الاي بيز تبع مايكروسوفت او يعني المايكروسوفت اي حتى حتى كب هذا تبع مايكروسوفت الاي بي انا ما اتوقع أنا كني اذكر انه اللعبه شكلها حلو ذيك نزل لها فيديو قبل يومين انه رست فور ذا إيه شفت نزل لها فيديو مره و... شكله حلو انا ما شفته الحين انا اصلا ما دريت انه نزل كذا سولز من فوق اي حلوه شكلها بس انه بشكل عام يعني ام ال بي تذكرون قبل كم سنه نزلت على الاكس المك... بوكس هي تبع سوني هذه إيه. هين هذه لانه الام ال بي وش اتوقع ان كن كنهم قالوا انه انه في انفستر ميتنج ولا شيء انه انه الام ال بي حقين البيسبول ان هم ما يعني قالوا لهم لا خلاص ما ينفع على جهاز واحد نبغى ننزل على كل الاجهزه ف... ولا منكم. ولا بناخذ اللايسس منكم ولا شيء فقالوا خلاص ننزلها انا يعني هذا اللي اتصوره هذا اللي صار هذا اللي صار هذا اللي صار بس بعدين بس ولا شيء تكلموا عنها قالوا انه ترى العابنا الثانيه يعني اللي اللي سمعتوه في الاشاعات ما, ما راح تجي بس بعدين تشوف مقابلتها مع ذا فيرج مع توم مورن عرفت اللي ما ما اعطاه خلى الباب مفتوح ايه هو هم باين شكلهم كذا اللي اللي يسمونها كيس باي كيس كيس إيه. باي كيس لعبه لحالها ما ندري بتجي ولا لا إيه. بس شكلها شكلها اذا نجحت وجابت لهم فلوس إيه 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 بيكملوا خاصه اللايف سيرفس جيمز اللي إيه. هي سي اوف ثيفز والالعاب إيه. الالعاب الكبيره احس هيلو تلحقهم إيه. تحتاج تحتاج عدد بلايرز زياده هيلو ممكن تلحقهم مم. ويخلونها تو بلاي يعني بيجيها ضخ لعيبه اي يحطونها و... ويخل انا اتوقع يصير نظامهم انه يا آ... يا انهم ينزلون العاب عادي دي 1 على جيم باس موجوده مم. لكن موجوده على البلاي ستيشن والسويتش وبي سي ب 70 دولار فول برايس او انه آ... تنزل على الاكس بوكس بلاي ستيشن سوري اكس بوكس بي سي <مان> حصرية <تزلح> يعني حصرية هذا اللي تكون جيم باس ولا لا وتجلس فترة ست شهور سنة سنتين بعدين ينزلونها على الجهد. هم هم هذا هذا اللي قالوا كل العابنا لسه مستمرة جيم باس دي 1 تنزل وخدمة لا وذكروا معلومة خدمة جيم باس بس بس موجودة في جهاز بوكس ما راح تنزل في اي جهاز ثاني هذا هذا اللي قالوه مع انه سارة بوند <م> واو واو راسله لكل شو اسمه الموظفين انه Every screen افري سكرين از ان اكس بوكس سكرين كل شاشه لازم يمكن قصدهم اللي فيها كلاود وك انه على اغلب الاجهزه يصير فيها اكس بوكس بس آه وذكر شيء ثاني اتوقع آه إيه أن... قصدهم كونسولز انه ما راح يكون عليها جيم باس يعني انا, إيه أنا فاهم بس انه إيه ترى يعني بصراحه كلامهم ما تقدر تعتمد عليه 100% إيه شكله كيس باي كيس اي على حسب اداء اي لعبه ينزلونها ها بعد زين على الاكس بوكس ولا لا يعني هم قالوا انه ستار فيلد و... وانديانا جونز مو بجايه اي مو بجايه قالوا مو بجايه على ال اي بس بعدين في مقابله ثانيه مع ذا فيرج قال انه يعني زي ما تقول ان الوضع كيس بيكس اي إيه اذا ما أمت... نجحت ما باعت بي... بنبيع بس ستار فيلد يعني. باعت اي ستار فيلد مره لهم ارقام إيوه. ف... حلوه أدغ... غالبا غالبا اللي بيصير انه بيستمروا على نظامهم هذا انه او بيسوون نفس نظام سوني مثلا اللي يجيبوك يعني بحصريه سنه او سنتين عندهم بعد ما تمر فتره خلاص يلا اللعبه مو قاعده تجيب مبيعات خلينا نوسع كيس باي كيس في الموضوع وبعدين و... يمكن مع هالحركه يصيرون هم ي... يبدون يعني خلاص يكتشفون انه ما ياثر اذا مر اذا تنزل على جهاز ثاني دامك بايع في البدايه في جهازك أي إيه. بدايه أو... بدايه الاطلاق أي اللعبة. فيصير شيء تقدر تقول ستاندرد يصير ممكن ممكن يعني مايكروسوفت قاعدين يسوونها وممكن تصير بلاي ستيشن تسويها حتى رئيس بلاي ستيشن او مو رئيس سوني سي او حقهم اي كنا قال آه ناسي المهم انه انا ما اتذكر الكلام بالضبط بس اذكر انه كنا قال انه بيستمرون بانهم ينزلون العابهم على على اجهزه ثانيه إيه. البي سي بالتحديد ذكره بس بالتحديد ذكر ايه. ذكر بي سي اضه. هذا قصدي ايه. ايه يعني على, على البي سي اي اوكي انه العابنا انه يعني خلاص نبدأ ننزل العابنا على على البي سي اي شوف سوني ما تحتاج الا يمكن على العاب معينه م. ها يعني مو زي الاكس بوكس او او مايكروسوفت يعني مايكروسوفت يحتاجون اي بيز حقاتهم مي بقويه ايه. طبعا ما اتكلم عن اللي شروهم زي ماينكرافت وغيره اتكلم حقاتهم هم هم اللي بنوها ايه. يعني قليل اللي عندهم من عندهم بادي ومستمر ومشينا صح يعني م. نو هيلو حرام كان يمديهم يصير فرانشايز قوي جدا ايه للاسف آه وجيرز بعد آه وقيرز ف ايش آه كنت بقول؟ اخ لا هم هم فتحوا فتحوا وتكلموا اشياء كثيره تكلموا عن الهاردوير ايه انه لسه احنا بنسوي عندنا النكست جن شغالين عليه إيه قالوا انه بيكون اقوى شيء وحتى سوني الاشاعات الجديده في اشاعات جت كذا انه انه بيركزون على انه الاداء يكون احسن اداء وما ادري ايش فكلهم ها نفس التوجه اي وذكروا شيء بعد قالوا انه في, في الموسم العياد السنه هذه بيعلنون عن جهاز عن هاردوير جديد بس مو بنكست يعني هل بي زي البرو, البرو زي البرو يمكن برو مع قالوا انه ما في برو او ما ساره بوند قاعد تقول انه في هاردوير جديد بس انه ما مو منسجم ما تدري يمكن يكون كنترول أني او 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 هي صح هي لا في أوكي كلام بعد انه يكون هذا برتبل ايوه يبدو يخشون هو منطقي لهم انه يخشون في المحمول جدا منطقي حاليا خصوصا مع خدمه جيم باس يعني شوف انه يعني, يعني ينزلون الجهاز يعني جهاز بس يعني ديديكيتد للجيم باس ينفع زي الانف... لو يسوون زي انفيديا شيلد ايه, ايه. احس كافي. يعني احس يكفي يعني اي ممكن زي انفيديا شيلد اه قصدك حق ستريمنج ايه اه سووا بالتعاون مع لوجيتك وما ما ما ايه بس هو بس ايه. لا لا لهم ما عنه ايه. ما اه لا يبي لهم محمول اه عادي يعني تلعب الالعاب عليه مو على انه على الكلاود بس يحطون فيه اوبشن كلاود بالضبط يعني يقدرون يتعاونون مع اوريدي يتعاونون مع ايسس ايسس لما تشتري روج الاي يجي معاه ثلاثه شهور يباس فهذه يمكن بدايه بعدها ممكن تلقى شيء ثانية بس هو يعني زبده الموضوع في الاخير يعني اغلب الهوله اللي صارت قبل الكلام اللي كبروه طلع مو يعني مو نفسه 100% يعني كل اللي يكبر السالفه يعني هي. انا اشوف في تويتر خاصه في تويتر يعني اشوف ناس يعني على حسب هو كل واحد وين وين متحيز له عرفت؟ وين ميوله؟ اي وين ميوله؟ اللي اللي مع بلاي ستيشن يقول شو اكس بوكس خلاص صاروا طرف ثالث اللي مع اكس بوكس قال بعد تصريح رئيس سوني قال اوه بلاي ستيشن صاروا طرف ثالث عرفت؟ واللي يعني مو هو بالاثنين ولا شيء كاتب اوه شوف خلاص صاروا كلهم طرف ثالث هم 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 غالبا غالبا اتوقع البليد بينزلونها على على البلاي ستيشن احس احس اي يمكن بعد بعد ما تنزل أيه سنتين او أيه شي زي كذا أه يعني تنزل لان اوريدي نزلت الاولى على البلاي من قبل يعني أه كانت حصري مؤقت عندهم اول اخر ناس بيحطون على العابهم على اجهزه ثانيه نينتندو هذا أيه خلصنا منها ما اظن ما حتصير الا <applause> اذا هم صاروا ثيرد بارتي إيه. عرفت؟ احسها كانت بتصير بس السويتش نجح أي ممكن <applause> ايه ممكن مع ان الكاش هم عندهم كاش كثير عقب الوي والدي اس عندهم كاش كثير اذكر في محلل يقول يقدرون يفشلون اربع مرات عادي عادي يعني ايه جاهزين ايه انهم يعني زي ما تقول ايه يغمرون بس شوي بس بس انا ما أدبي على موضوع السويتش لو ما كان ناجح كان ممكن كان, كان, ما استغرب ان يكون ثيرد بارتي مم. هم يعني اتوقع يعني يوم يخشون في الجوالات يعني, يعني شيء مو بعيد خشوا في الجوالات كان منكبين من, من اول مم. يعني بس الحين الحين تشوفهم مو مهتمين بالجوالات ايه مؤخرا مؤخرا صار كثير العاب قفلوها وغريب يعني بجد تحديثات غريبه كذا حق, ما حق ماري ران. حق ماري راند فجاه كذا نزل بديت الناس نسوا ايه لا ما احس انهم يعني هم شغالين في وادي ومايكروسوفت واكس بوكس شغالين إيه في وادي ثاني يعني احس يعني. كان في واحد جالس في الزاويه في نينتندو قاعد يشتغل على ماري راند وناسينا <applause> ما حد <حب> بلغه خلاص بعدين قال تكفون سويت الدي ال سي يعني كاكس ابديت أي. أي. انت لسه تشتغل <applause> عليها عرفت اللي اوف لا بيطردوني راتبي راتبي تكفون لا عرفت اللي فجاه نسوا حط ل... ل... لقوه في غرفه كذا قاعد في أي. الزاويه يشتغل على ابديت ابديت يلا <applause> والله ابديت يا اخي أم... طيب غير كذا قالوا انه اعلنوا انه ديابلو 4 بتجي الجيم باس الشهر الجاي اي اول لعبه من اكتيفيجن يعني اظن 28 مارس 28 إيه يعني. وفي الديل سي بعد حق حق الاكسبانشن حق ديابلو نفسه فور اظن اظن بي اذا بينزل ما اتوقع بينزل حصريه تصدق ما اتوقع إيه صح باس؟ ما باس ينزل ما راح ينزل شوف على على خبر جهاز جديد مايكروسوفت هم تصريحهم يقول ذا لارجست تكنيكال ليب سين ان هاردوير جنريشن يعني اقوى قفزه تقنيه في الجيل تشوفها من جيل لجيل. هو انا اتوقع يعني ما انا اتوقع هالايام صعبه انك تسوي قفزه كبيره لانه خلاص احنا يعني قاعدين وصلنا من زمان وصلنا من ايام البي اس 3 حتى يمكن اقدر اقول بي اس 2 احنا واصلين يعني لشيء جدا مرضي عرفت؟ فكل فصعب من هناك تقعد تطور أكثر وأكثر يصير القفزة كبيرة مرة أكبر قفزة من 2D إلى دي هذه ما, ي... ما يبيلها يعني عرفت الهاردوير اللي بينزلونه ايش؟ الآر ار جلاسز حقتهم لابو ها لابو, لابو. لا, لا, مو لابو لا لا حق إيه مايكروسوفت <applause> لا مايكروسوفت الحين شافوا شافوا ابل يا بوي ابل الحين هيدسيت قاعد ترجع قاعدين يرجعونها في المحل إيه صدق إيه؟ فشلت ناس قاعدين يرجعونها فشلت ما ما لانه يقول لك ثقيله وانها مو بمريحه هذا اغلب الناس آه، اللي يقولونه كذا وكثير يعني كثير حتى كاكسبيرينس يعني كان وكان يعني الاكسبيرينس لا كلن يمدح الفيديوهات اللي شفتها والله رهيبه يا شيخ اي لا كلن يمدح تغنيني عن 17 شاشه يا ابوي تستهبل اي والله <applause> جامده بالضبط ف ما هي بعمليه اي قص اي اتوقع لا, لا يعني انه إيه اي اي مو بعمليه مره و بس هذا يعني طبعا الناس العاديين اللي خذوها كل حقين تك مره منهبلين على الجهاز مم. كله ان يقول مشكلتها سعره وانه ثقيل، ذاتس ات. <applause> وطبعا في اشياء في عيوب ثانيه في الابل بس انا اتوقع يعني موضوع مايكروسوفت يعني قصدهم في, في يعني في الهاردوير ليب وذا انهم يعني يحاولون يركزون على موضوع ان الجهاز نفسه يكون اداء كاداه يعني اداء الالعاب نفسها تكون يعني ممتازه. والله ما ادري ايش بيسوون يعني يمكن تصدق؟ مو قبل فتره اعلنوا أه، تقنيه اب سكيلينج زي دي ال اس اس تبع ويندوز ها تبع مايكروسوفت ايوه فشكلهم خلاص شافوا نتائج ممتازه ذا وبيطبقونها يعني أنا أوردي ايبك جيمز عندهم تقنيه حقتهم في الانجن حقهم موجود صح تي سي تي اس ممتازه مع أي. الستيم دك اي مره ممتازه أت، اتوقع رأي. يعني موضوع حتى هنا عبد الله يقول ممكن ممكن يركزون على الاي اي هذا هو هذا اي AI اي ترى الدي ال اس اس وذا كلها اي اي وهذا يعني اتوقع انه بيكون تركيز أي كبير أي شكلهم قدروا يسوون حتى سوني ممكن اب سكيلر حق جرافكس بما انه عندهم AI اي اي أو... وذا واتوقع سوني بعد بيشتغلون على الشيء ذا غالبا ما خصوصا بعد انهم شغالين على سوفت وير خاص للبورتبل اي, أي بس <applause> شف انا دامة حق ويندوز ما اقدر اضمنه الا لما يثبتها وينزل لي اياها أي لان انا اتوقع ممكن يكون فقع زي زي الستور حق ويندوز اللي ما عمره تصلح بجد والله آه افشل ستور اي آه بس بس انه ممكن واحد يتحمس للاب سكيلر هذا

مشتركين جيم باس وصلوا 34 مليون بعد ما دمجوا حق الجولد اظن بعد اي اللي هو كور كور ايوه آه شو اسمه ف فاظن في كثير منهم بس الاشتراك الاونلاين يعني اي <applause> بس كامل أ... التقسيمة تقسيمه اتوقع <applause> ما اعرف والله بس انه مو باول قالوا 36 مليون <applause> بس شوف يقول لك significant growth جروث اكثر نمو جايهم <applause> من البي سي <PC> والكلاود <applause> يعني في كثير ناس يشتركون الحين البي سي جيم باس بس لا الكلاود هذه اذا كان في جروث فيهم اثنين فمعناتها انه كثير ناس يبغون جيم باس بدون اكس بوكس إيه خلاص يعني أه هم شارين شارين خدمة خصوصا شاشات كثيره تلفزيون صارت تجي وتدعم سامسونج فيها جيم باس ايه رأيوه تدعم جيم باس أه غير كذا عندنا أه حتى مايكروسوفت أه يعني اعلنوا عنه في شو كيس في جون اكدوا إيه اكدوا انه إيه. في شو كيس إيه. في يعني انهم قالوا ايش قالوا انه عندنا السنه هذه عندنا 10 العاب تنزل آه اوريدي اللي الناس اللي, معلن عنها في الدايركت الاخير مم. اللي ب... اللي هي انديرا جونز والبليد والشيء ذي وقالوا في العاب زياده ما عنها لسه بتكون موجوده في الشوكيس حق جون اوكي غير كذا عند كريس بون. إيه. آه مطورين تايتن فول وايبكس ليجندز بيسوون لعبه جديده فيرست بيرسون منظور أول في مم. عالم ستار روز من دلورين. ينفع لك. إيش ينفع مرة مم. هم طبعًا هم سووا جداي جدا جدا سيرفايفر آه وجداي فورن اوردر فاتوقع خلاص يعني ديزني واثقه فيهم كفايه أي. انهم يسوون لعبه ثانيه ومره ممتاز انهم شغالين لعبه ماندلورين طبعا مره ما اتوقع بيكون ذا ماندلورين حق المسلسل اتوقع بيكون ماندلورين واحد آه من ماندلورين بغيت اقول يعني انا انا اشوف ناس يمدحون ماندلورين على قصتها وعلى المسلسل نفسه هم, هم الماندلورين بشكل عام هم الكول بيبول اللي في عالم تصور اوكي عرفت هم الباوتي هانترز اه سنسين. فهذاك منهم آه بابا فت. أي. أي. هو واحد أي. منهم ااا هي زي ديانه زي هم هم زي 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 ما تقول زي بجماعه عندهم عندهم ديانه خاصه فيهم معتقدات اوكي لا بالعكس انا احس اللعبه بتكون عن هذا ماندلوريون وجروجو خصوصا بعد بينزل لهم فيلم ايوه صح الفيلم اظن فيلم ماندلوريون اتوقع الفيلم ايوه الفيلم اللي فهمته انه اساسا بيقفل قصتهم خلاص ايه اتوقع ممكن ممكن بس ممتاز يعني ممتاز يعني رسمون افضل ناس يمسكون لعبه فيرست بيرسون قصه يعني بعد تايتل فول 2 اي مره ممتاز بيكون This is the way This is this the way, way. <applause> آه غير كذا عندنا طبعا هو يقول لك ان اللعبه بتكون فاست بيست تكون سريعه اي ممتاز آه هو عادة إيه. هم سريعين مره بس شكلهم يعني يقصدون مو بسرعه فول اوردر او فول جداي يعني إيه. آه ممكن بسرعه تايتن فور اي لان جداي كانت مترودفيني اكثر إيه. اللي قبلي حقها ومعتمد على سولزي شوي سولزي وميني كومبات إيه. معتمد هذه بتكون شوتر وفي عند بيكون عندك اكيد جيت باك فبيكون في سرعه اكيد في الحركه طيب الخبر اللي بعده عندنا دايس اووردز شو اسمه جوائز دايس غريبه جوازهم ينزلونها دائما سبايدر مان اخذت كل شيء ها؟ سبايدر مان اخذت كل الجوائز تقريبا سبايدر مان؟ اي انا اشوف بولدرز جيت جيم ذا بولدرز جيت اوت اتشيفمنت جيم ديزاين بولدرز جيت اوت ستاندينج اتشيفمنت ان دايركشن بولدرز جيت في ثلاثه أيوه. اتوقع بولدرز جيت اي وفي الانيميشن انيميشن سبايدر مان 2 ايوه وميوزك ارت دايركشن الان ويك بس هذا الجائزه اخذت الن ويك اتشيفمنت ان كاركتر عشان كذا ما... لا لا, لا مستغرب <تصفيق> ها <تصفيق> لا بس مستغرب انا وبعدين عندك لا اوتستاندينج اتشيفمنت ان كاركتر اي حق مايلز موراليس مايلز ما ادري الميوزك الميوزك اخذتها بعد سبايدر مان ميوزك شاطر هذه اوريجينال كومبوزيشن ايش هذا؟ هذه هذه الاغنيه هذه شو اسمه بس يمكن يمكن هم من منظور تك اما ميوزك سبايدر مان 2 شوف شوف هو من اتوقع عشان عشان منظور الديفلوبرز منظور الديفلوبرز فممكن يقعد قاعد يسوونه هم تقنيا سبايدر مان يعتبر شيء كويس مره يعني يعتبر يعتبر شيء يعني هذا اوريجينال ميوزك كومبوزيشن اللي بعدها اوديو ديزاين قال سبايدر مان هذه اوكي معك بس, بس معليش رجل ميوزك لا ميوزك نفسها تقريبا في مليون شيء احلى من سبايدر مان في السنه هذيك الفين <applause> 16 كله 16 ازياء مع معنا كان هذا أراه. زي الجيم اوف حقنا كان خربيط <applause> <applause> بس سبايدر مان 2 ميوزك شوف عادي جواز ثانية عادي انا اشوفها يعني احنا احنا خربيطنا على الاقل يعني اشياء تتضارب كذا كبيرة عرفت؟ الشيء قاعد توصفها خربيط عشان تكمل يعني بس يعني على الاقل عمالقة قاعدين يتضاربوا مع بعض مو في عمالقة كذا بعدين تحط الجائزة للصرصور اللي تحت اتاك اون عنكبوت عنكبوت اللي تبي شوف سبايدر مان ما م... م... سبايدر مان على م... قولتك م... سبايدر مان ما كانت شينه يعني كلعبه ترى كويسه كانت. انا عارف يعني قول ميوزك اي بس ميوزك ميوزك تربطها مع سبايدر مان يعني يعني عادي سيرفيسبل الميوزك حقه يعني إيه. ينفع مع الاوديو ديزاين ايه بس كا كا كومبوزيشن اني <تسجيل> ايه شو اسمه اه طبعا ستوري بولدرز جيت ار بي جي بس ار بي جي تكنيكال اتشيفمنت سبايدر مان 2 اي اوكي تكنيكال صح اكشن جيم اوف ذا يير سبايدر مان 2 ممكن تمشي يعني عادي ادفنتشر جيم اوف ذا يير زلدا فاملي جيم ماري وندر فايتنج جيم ستريت فايتر 6 ريسنج جيم زين ما قالوا مورت كامبات ولا مدري ادري ايش جيم مع انه مورت كامبات برضو يعني تنافس يعني ما هي السيارات فورزا موتر سبورت موتر سبورت ما في الا هي اصلا نزلت السنه دي في يعني بعد في بعد حقت يوبي سوفت شو اسمها؟ موتر كرو في شو اسمه هذه هوت ويلز 2 نزلت مو السنه اللي راحت نزلت ما ادري دبي هوت ويلز 2 متى نزلت؟ السنه اللي راحت صح؟ Name. واللي قبلها انليشت ايوه 23 انليشت 2 بس يمكن كتكنيكال يعني اي سيموليشن يعني ترى 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 مره دايس ترى مره يعني ديف بيست يعني كذا عرفت اللي من منظور يعني هذا المطورين اي اغلب المطورين تقنيين يجيبونهم امريكان واسحب على رول بلاين جيم اوف ذا يير بولدرز جيت 3 اوكي سبورتس جيم اوف ذا يير ام ال بي ذا اوكي شور استراتيجي دون سبايس وورز اي هذه الام ام او حقتهم حق على البي سي نازله رياكشن اون لاين جيم اوف ذا يير ديابلو 4 اوكي كيف في اون لاين السنه اللي راحت؟ هي في اون لاين حتى لو ما في الا هي ما تستاهل جاي اقسم بالله ديابلو وش كان فيها لعب اون لاين السنه اللي راحت؟ يا عمي ذا فاينلز زحله يصح اذا فايدة بالراحه آه هذه آه ايش اسمها المرعبه نزلت وشو آه لي اللي اللي فيها وحوش تطلعونكم وتلعبون تصلحون في مصنع انتم اه ايش اسمها راح اسمها يضحك هي يضحك اه اي اه ليث الكومباني هذا الكومباني ليث الكومباني صح اي لا لا ما بس يمكن ما ما تستاهل بس, يعني. بس في التكنيكال يعني ولا تكنيكال ولا شيء يا عمي باسز استغفر الله مو بوسز اتكلم عن اتكلم اون يعني نفسه حتى لو امرسف رياليتي 3 احلى الاون لاين امرسف رياليتي تكنيكال اتشيفمنت هورايزن كول اوف ذا ماونتن عادي يقولون هذه هذه اصلا من اللي شفته انا انا انبهرت امرسف رياليتي جيم اوف ذا يير اسجاردز راث 2 هذه فجاه طلعت وما ندري فجاه تقييم عاليه ولا حد اعلن عنها هلا في واحده من لا لا ما حد لعبها أكسل انا طقطقت فيها شوي كيف؟ والله كانت انترستنج يعني حلوه okay. بس طويله اللعبه ترى 70 اور جيم اوف في ار اي اوف في ار ما تقدر تجلس جلسه طويله يا اخي يا شاطر. مطور مستقل إندبند جيم كوكون اوكي تستاهل <تسهل> آه... لعبة جو موبايل جيم اوف ذا يير اسمها وات ذا كار وات ذا كار اه <تسهل> نفس حقين وات ذا جول اي وات ذا كار اوكي طيب غير دايس عندك آه آه يقول لك آه رئيس سوني يقول لك انه عند يعني يبغون آه يضبطون تكاليف التطوير يقول لك انه في روم فور امبروفمنت يعني نقدر يعني نحسن آه طريقتنا في آه توفير ال الـ 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 فلوس. اسمه اي لانه في الـ في الـ في, في الكاست عندهم ايه في التكلفه هاي تكاليف حق التطوير ما ادري ايش اللي يكلفكم هو اللي جايبينه من مارفل وش سبايدر مان؟ اي لا يكسبون منه أو ولفرين برضه لا كلفتهم واجد 250 مليون الظاهر لا بس اي لا لا بس كوب دب مضبوط اي لا لا سبايدر مان تبيع كثير تبيع إيه مره ملايين الحين الحين 10 مليون وصل 10 مليون, مليون. اعلنوا اعلنوا قبل كم يوم اوكي يعني هذه 700 اوريدي غطوها واكثر بس اشياء ثانيه بس ممكن 70 انت قاعد السيل مو الريفنيو يعني غير اجهزه الكونسل إيه اللي باعوها عشان البندل حقها كثير بعد حق سبايدر مان بس انا اقول انه فرق ثلاث يعني تربل و... وعلى ال... على بس الحين 10 مليون فيعني بتجيب لك زياده. آه بس يعني ما اعتقد انها خساره عليهم سبايدر مان 2 بالعكس او سبايدر مان عموما. لا بالعكس ربح يعني بالنسبه لهم. آه اي آه سبايدر مان 2 ديفلوبمنت كوست آه شو اسمه هذا 300 مليون و اي 270 بس اظن 270 حقت الاولى وبعدين 300 مليون للثانيه امم آه ف... ف ف ف اي فكانوا يقولون انه يحتاجون 7.2 نبيعون 7.2 آه مليون آه مليون آه لعبه أي. عشان يرجعون فلوس عشان يرجعون بريك ايفن بس فيعني في ما طلعوا ذاك الربح يعني اذا 7.2 بريك ايفن اي فمعناتها 3.2.8 هذه الربح هي 2.8 هذه هذه اللي طلعوا منها ربح طلعوا معنا اي والله زينه ذي ولا ترى لسه يعني بت... هذا لسه خمس شهور او ست شهور يعني موكي. ما كملت حت بس, بس حتى 2.8 على ربح بس مره ممتازه اليونت مو بمليون فاهم فاهم فاضربها ب 70 هذه يعني يمكن 140 مليون اي ثينك او هذه و... هذه حتى انها كلها بس 70 دولارز مو باللي اخذوا البندل ايه يعني خلينا نقلل شوي يعني ممكن منها واللي اخذوا ف... اديشن اللي اخذوا أيه وال... الميرشندايز الحين الالعاب اي لا 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 فيها 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 فيه كلكترز بس سالفه ولفرين ما ندري عنها هذا هذه يجيك ولفرين أيه برضو الحين بدات تسويق الاكس مان خلاص الحين خشوا في جو الاكس مان الحين كل اعمالهم الجايه فور ولفرين والاكس من انمي سيريس ااا آه وش بعد وش كنا نقول في خبر ترى طلع, طلع عن وشو؟ يعني ان الويك وشو؟ ريميدي اعلن ان الويك باعت 1.3 مليون اوكي آه ازين شوار. من كنترول اسرع, و... أسرع لعبه تاريخ في تاريخ المبيعات في تاريخ الاستوديو يستاهلون والله لا آه. آه والله يستاهلون اكثر هم يعني, يعني بس آه. آه. على لعبتهم هذه انا مره عجبتني هي اظن اظن اظن, أظن, أظن كنترول يعني على المدى البعيد جابت 4 مليون اظن مم. اي باعت واجد اي ايوه على المدى البعيد فاتوقع انه ويك يعني يقول لك ثلاثه ثلاثه البوينت 3 هذه ال 300 الف هذه الاخيره هذه هذه بس من من يناير اي يعني تخيل اتوقع هذا بعد الجيم اوردز اظن بدات ارتفعت مبيعات بعد الحفل الجوائز يسوون لها خصم كذا يحطونها جيم باس ولا يحطونها مم. ممكن أتوقع, اتوقع 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 يحسون ايش يسوون بعد ما تنزل الديل سيات نزلوا التمت اديشن اي جول ايوه واحتمال ينزلون على ستيم بعد اذا يبغون نزلت على ستيم غير كذا عندنا آم العاب بلاي ستيشن بلس لفبراير فيه آه اللي بيجي للـ للاكسترا والبريميوم وش ساميهم بالعربي؟ الاضافي والفاخر اوكي بيجيهم نيد فور سبيد ان باوند وفي اوتر ذا اوتر وورلد سبيسرز تشويس اديشن ايه في تيلز اوف ارايز وفي اساس كريد فالهالا في روج بوك ولعبتين ليجو وروج لوردز وتيلز اوف ستيريا آه وبعدين اللي بيجي مع بريميوم اللي هم العادي اشتراك العادي صح؟ لا البريميوم هذول هذه مو على شيء هذه على شيء بس مو آه عندنا اه اوكي اوكي صح عشان كلاسيك اي بس بس احنا عندنا إيه؟ اظن الفاخر اي إيه يتضمن البريميوم اظن ولا العاب ستيشن 1 لا لا هم حاطين فيها الثاثه لكن بارخص عشان ايه ما فيها ستريمينج عشان ما في ستريمينج اه اه ريزيستنس ريتريبيوشن هذه حقت البي اس بي اي هذه اللي سواها ايه بنت استوديو اه بنت, بنت اه وعندك جت موتو 2 اظن بي اس 1 هذه اللعبه اه وعندك تيز اوف سنفونيا هذه اظن هذه بي اس يمكن هم ريماستر اي نزلت يوم ترى في ترى في العاب كلاسيك أيه. نزلونها بس هي تكون اصلا أية ما ادري اي فيرجن هذه اتوقع أيه. آه. في في تيلز اوف بعد أوكي. كل تيلز <تصفح> كثير جايبينه أيه. آه غير كذا عندنا خبر عند باندا نامكو أيه. يقول لك آه انهم كنسلوا على الاقل خمسه العاب مم. كنسلوها آه كانت تحت التطوير يقول لك سببهم انه هم يبغون يحطون ستاندرز جديدة ويعني و... آ... خلينا نقول حادة ما هي يعني ما ما فيها تسليك واجد ايه ها آ... و... وان هدفهم انهم يركزون م. على الجودة امم زين ما كويس كويس إيه. إيه. حلو اهم شي ما صار عندهم كت كت لي اوفس اي لا زين عموما آ... اليابانيين ما م. ما يحبون ما سواها ينقصون مثلا رواتب نقصون هذا بس ما لا يعني فيه ممكن منهم بس انه العاده لا ما ما اذكر يعني. ان في كان في ليوفس كثيره في اليابانيين ف... اي اليابانيين لا مع ان الحين اليابان دخلت الايكونومي حقهم دخل ريسيشن شو ريسيشن عربي؟ آه مو بتراجع ولا آه نكسه لا نعم مو بنكسه خليني اشوفها ركود ركود ممكن م. تراجع او ركود او شيء زي كذا وعندنا خبر عن بلوبر تيم ايه رئيس <applause> قاعد يلوم كونامي على شو اسمه تريلر حق الكومبات ايه اللي ايه قلنا خايس ايه ايه صاروا يلومون كونامي عليها ترى حتى ما نزلوا شيء في حسابهم ايه يعني التريلر حتى ما نزله. يقول لان الكلام اللي سمعته ان اصلا هذا اللي استعرضوه الفيديو إيه؟ التريلر نفسه هذا عمره سنه. بقصة قص جولام اللي مسرب الموضوع مسرب المعلومات عن اللعبه يقول شفت هذ... يقول هذ... التريلر هذا شفته قبل في مايو في 2023. الله. يعني تخيل شافه هو التريلر هذا فبلوبر شكلهم إيه. وضعهم آ... آ... شوي مو بحلو مع كلامي في ت... في إيه. في تاتش بينهم. او مو عجبهم التوجه حق الماركتنج اللي ماشيين فيه هو يقوله انه انه قاعد يلوم كونامي انه هم يعني انه يقول انه هذا التريلر ما يعكس إيه؟ الـ الـ الروح روح اللعبه ايوه وصادق ها وانه شو اسمه وانه يقول انه انه احنا نعتقد ان اللاعبين اذا شافوا الجيم بلاي الصدقي او اللعبه الصدقي او اللعبه الصدقيه م. نفسها هم اللي بيحكمون على اذا كان بيحك... معليش هم بيحك... بيحكمون بطريقه مختلفه عن عن اللي شفته يعني ان شاء الله آه يعني قاعد يقولون بتغير رايك اذا شفتها نقول ان شاء الله يعني ان شاء الله أنا أنا ما ان شاء الله ما يكون كلام فاضي يعني نقول ان شاء الله كلام صدق ونشوف يعني هو هو انا اتفق معه في موضوع انه مو قاعد يصور سنتهل هيل لانه صدق ما تجيب سنتهل هيل بكومبات أي. ما عمره سانت هيل كانت كومبات صح. هذا غلط انك تجيبها بطريقة دي ويقول لك طبعا قلنا سبايدر مان 2 باعت اكثر من 10 مليون نسخه إيه. وعندك الان ويك 2 قلنا اسرع لعبه مبيعا من الاستديو هذا ننتقل الى الى اهم اصدارات هالاسبوع عندنا بانشرز جوست اوف نيو ايدن تكلمنا عنها دراجون كويست بيلدرز الاولى البي سي صدق يس هي نزلت لا يس انا شفتها في ستيم قبل كم يوم نازله <تكلم> مو من اول نازله لا, لا، توها تنزل توها تنزل على البي سي طب تو ما كانت نازله على البي سي تو موجوده بس وان وان بس يقولون يسوون ثري بدل ما يسوون ذي لا مشكله <تكلم> مشى <ها> حقها اللي يسوي سريع سريع في ايلاندز اوف انسايت على البي سي و لسفانجا او لسفانجا ما ادري شلون تنطق ذا تايم شيفت ورير على البي سي برضو نعم التروس هذه مين اللي لعبها؟ هذه هذه نزلت مترودفينيا مترودفينيا إيه، مين اللي لعبها اظن مشعل يمكن مشعل نزلت آه، الدمو بس للحين ما لعبتها بي اس 5 بي اس 4 وبي سي وفي ارزت ذا جول اوف فارمور بي اس 5 اكس بوكس كل الاجهزه آه، عندك توم, توم بريدر ريماستر 1 2 3 ريماسترد آه، على كل الاجهزه آه و... و... والله محترم شفت فيديو حق ديجتال فاوندري يقول لك كنا يعني شغاله باحسن طريقه على كل جهاز كل جهاز ايوه يعني من اضعف شيء سويتش الى البي سي يسوي يعني كل شيء موجود يعني على السويتش في الـ في الـ في البورتبل 720 هو اعلى شيء على الشاشه لما تحط دوك أعلى شيء 1080 فاعلى شيء على 1080 وكل 60 فريم م. طبعا اذا حولت على القديم 30 يعني كل هذا آه، اكس بوكس بلاي ستيشن 4K 60 او حتى يمكن في 120 ولا <applause> 120 بس على البي سي 90 يمكن ولا ولا بس على البي سي 120 انا ما ادري ستيم ديك ميرفين. الاولد 90 ها آه، 720 90 فريم ايه شغاله تمام بالضبط بض... ولا فيها مشاكل تقنيه ولا شيء لو شغاله تمام يعني إيه. مظهرها بعد ممتاز يعني حتى اللي على البي سي اللي يحبون الالترا وايد تدعم الترا وايد ايوه بس هو بس العيب الوحيد اللي يقول لك شيء خفيف مره م. على البي سي اذا حولته على ال... على الجرافكس القديم م. بعض الاحيان يكون في شويه فريم بيسنج عادي لو تقدر تصلحها بانك تروح للانفيديا كنترول بانل وتعدل شيء وخلاص يصلح. امم فيعني لا حرق هم مسوين حركه هيلو يعني ماستر مجنون صراحه ايه وتحكم بعد في اضافه مودرن كنترولز صح الـ ايه, ايه انا ما جربت عادي عشان تاكل كنترولز اه ومظهرها بعد جميل يعني يعني ايه. ما تحسهم اخذوا من التوجه الفني القديم مم. عرفت بالعكس يعني حسنوا عليه. اه لا شكلها جيد والله اه. اه فريق اللي هم اسباير اللي عليها عليها وسيبر لا وبعدين عندهم السورس كود اوه عشان بعد عشان كذا اي مو ضيعوه في الدرج زي <applause> آه سايلنت هيل وبعدين عندك ا ليتل تو ذا ليفت هذه بي اس 5 بي اس 4 اكس بوكس 1 اكس بوكس سيريس هذه كانت نازله على السويتش من الاكس اه بوكس اه والله هي اللي اه تقدر ترتب اشياء تجيب <applause> اشياء محيوسه وترتبها <applause> هذا <ده> عندهم هوس <applause> ترتيب عندهم هوس اوكي وعندك لعبه اسمها ليك على السويتش وعندك اه بليت اب بي اس 5 اكس بوكس سيريز بي اس 4 وسويتش ونزل اظن جيم باس اكس بوكس اه والله؟ ايه عندي برو اوفر كوكت بليت اب اوكي يعني مره ادفانس زياده ها وروج اللي يعني كل رن يتغير ما تخلص اللعبه يعني اوكي عندك ماري فيرس دونكي كونج تكلمنا عنها وعندك سكال ان بون نزلت اخيرا نزلت واظن فكرتك حق 60 او شيء زي كذا الحمد لله انها نزلت الحمد <applause> لله لا تبي المفروض تقول الحمد لله ما نزلت لا لا, لا المفروض انها ما نزلت قصدي لا وش فيك كوادروبل اي جيم اول كوادروبل اي جيم <applause> هذه <فيك. تصفيق> لا الا هذا وصف حق لا 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 بهذه الا قايلين عنها كوادروبل اي جيم مو قد اعلنوا واحده ثانيه قالوا عنها اي انا كنت بقول بيان جود اي بس هذه اول واحده تنزل كوادروب اي جيم على وصف اه شو اسمه هذا 1 اي جيم ايه. ايه. المخرج, المخرج ايه. واحد واحد في في شغال في تطوير في والله قالها على ايه. وقال بتشوفون بتشوفون ليش اللعبه 79 دولار يا عمي يا الله تجي دبل اي اقول لك هذه 1 اي 1 اي ونص اقول لك يا الله تجي دبل اي عاد انا بلعبها الاسبوع ذا وبرجع لكم في الاسبوع الجاي. طيب هذه بالنسبه لاطلاقات هذا الاسبوع ننتقل الى هاشتاج العاب. نهشتق ونشوف. الشات اذا عندكم سؤال اسالوه. آه في سؤال والله الشات. حازم الحربي يقول اعطونا رايكم عن رده تو بكل صراحه، هل كانت تستحق لعبه السنه 2018؟ امم. انا مصوت الجاد فور حتى انا هي. شوف ردد القصه من افضل ما يكون هي. تجربه ممتازه الجيم بلاي هو اللي مشكلته تعاني معه شوي ثقيل ثقيل بطيء ياخذ وقت ما ما قدرت اخلص ما لوم وترى ترى او الـ الـ الجيم مشوهر. بلاي متعب من الاول حتى اي كذا هم رقصنا. مع ان مع ان ردد 1 انا كنت لعبه على الاكس بوكس باكورد مره مره افضل بكثير في من ناحيه تحكم اسرع واستجابه زين ما مم. ثقيله مم. ولا هنا الثقل خلاها شوي هي ثقلها مشكله القصه تسوى ايه. قصة صار هي انا بالنسبه لي رددت تجربه مره واحده تعيشها وخلاص عرفت ما ما ارجع اعيدها مره ثانيه صراحه آه طيب عندنا آه اي زي يقول برايكم هل تطوير الالعاب من ناحيه الجرافكس وحرق السنين السنين في محاوله اتقان تفاصيل وواقعيه اللعبه كانها فيلم مرتبطه بزياده المتعه والخلود للعبه للعبه سنين طويله. أم لا, قلنا. لا. لا الالعاب اللي عاشت اللي, اللي ترجع لها هي. الجيم بلاي هو اهم شيء فيها. مم. جيم بلاي او انها تكون مظهرها ستايلايز. والريبلاي فاليو فيها. يكون فيها توجه فني كذا لها خاص. يقدر يدوم. يقول شفنا العاب عاشت في اذهاننا من سنين طويله والجرافكس فيها ضعيف او مقبول يعني المفروض يركزون مطورين على القصه <applause> لا قلنا لك الجيم بلاي. بلاي هو اهم شيء قصه لعبة. اذا انت خلاص يعني <applause> عندك جيم بلاي كويس انت لعبه قصه او يعني ممكن تخلط اثنين بس انه يعني يصير اهم شيء اذا هو هذا تركيزك صح في نهايه فكلم. الموضوع هي لعبه ايوه ايش اهم شيء تكون لعبة إسمها مسمى أنا في الأفلام والمسلسلات أنا أبغى مقصة. قصة مقصة. أبغى تمثيل أبغى إخراج صح آه بس طبعًا في كل, كل القواعد هذه لها شواذ طبعًا هي. زي الالعاب في ال فيه التجارب زي مورتاليتي مثلا زي اكسبيرينس ولا شيء آه او انك بس تعيش قصه ولا شيء والافلام في اشياء كوميديه ما لها قصص ولا شيء بس ممتعه مره يعني مم. في في مصطفى يقول سؤال وش اول بنت خقيت عليها من اي لعبه؟ يقول لا تجاوب اذا زوجتك تسمع البودكاست. هذا الاسترس اللي في النهايه العادل احسه. لا وهنا بعد ممكن اي اي صح في كذا بس يعني ما ادري احمد الراشد ما احس زوجته تسمع البودكاست بس ما ادري عنك. نعطيها اللينك عاد هي تشوف ولا حسب. شوف حسب اي نشوف كيف. حسب الظروف. أي. فانتم تبغون تجاوبونها ولا ما تبغون تجاوبونه <applause> <لا>. أه. ترى <applause> عادي ما تجاوبونها. بين اثنين صراحه. اي. لاركرافت <applause> كرافت. اي. كان استهبال ترى يعني على انه مثلثات ايه بس كان يعني لا بس كان الارت وورك مو مثلثات ايه في المجلات هذا ايه ايه وفي الكفر انا ايه و... انا اتفق معه صراحه ايه ونهايه مت... سوبر مترويد لما سامس تطلع اها ايه اه ايه اوكي بنت هذه خقه انا مع على اوكي الباقي خليني نفسي والله شوف اه انا اول كان يعني حقة لاركرافت يعني لقافه مو مو خق انا اتذكر اول كان في كود ما ادري وش وخربيط بس انا اذكر خقه كانت مهب يعني مره في كان فيه حقة فان فان 13 امم آه فانك فانك اي اوكي اذكر وما اول كنت احقر اللي اللي يخق على فيديو وش تخق على فيديو <applause> انت ولا وش <applause> بس جت هذيك اوف والله وش ذا <applause> <applause> <لا> راجع نفسي <applause> آه بس آه شكرا على السؤال شكل هذا شك يعني شك يحب, يحب شخصيه يحب شخصيه بيرسونا شكله شخصيه في بيرسونا؟ ايه ليه؟ السلاسل ذي احسهم يحبوا بيرسونا اه عشان علاقات مع <applause> علاقات وما ادري ايش آه طيب عندنا عبد العزيز الخالدي يقول حسب فهمي لتصريح في ال... <applause> حط <إيموتي> فيل حط ايموجي فيل <applause> يقول انه ما انفى العاب الطرف الاول انها كلها تجي لباقي المنصات ولا اكد مع العلم شفت معناته كيس باي كيس يقول مع العلم انه قال قبل قال قبل ان العابنا ما راح تصدر على البي سي وهجت معه يقول الى وين تتوقعون الحصريات تنفك؟ معقولة نشوف هيلو على بي اس 5 او الحصريات تنزل لمده سنه بعدها تنفك؟ هيلو على بي اس 5 بس المولتي <تصفيق> <تصفيق> طب ما حيكسبوه كذا ها؟ ولا بالمايكرو ترانزكشن يعني؟ مايكرو ترانزكشن اللي جوا <applause> والله شوف انا يعني قايل فري تو بلاي تخش كذا وسهل ان أحد ينزلها ممكن يدفع فيها مبلغ عشان كوزمتكس ممكن. أنا أتوقع لو بينزلونها بينزلونها عادي يعني مع المولت بلاير ولا بدون عشان يبغون يكسبون شراء. الشراء يفشلون نفسهم لو حطوا الكامبين. بس بس ماستر شيف كولكشن. إي بس ماستر شيف كولكشن طيب. ماستر شيف كولكشن إي. ماستر شيف كولكشن أوف. قوية ترى لو تنزل. هذه بعد تقدر تحطها على سويتش بعد. إي. إنها ألعاب قديمة. 360. اوف تو والله تو يكبر يكبر شو اسمه الناس تلعب الماستر شيف والله قدام اي والله يجي صح والله من جد عشان انا تو انا افكر فيها بعد تحمست اي وفيها في نظام زي توم رايدر ماخذين منهم حركات اللي تحول بس مو تحول في المالتي بلاير لا الا اللي يمديك اظن بلاير لا المالتي بلاير يعطيك يعطيك اصلا مابات يا للقديم او الجديد اه اوكي طيب طيب وش عندنا آه بس شوف انا انا قايل للشباب آه او يمكن قلتها في بودكاست اذا نزل هيلو على البلاي ستيشن حتى لو بلعبه بشتري انا يعني اتذكر صارت لما سيجا صارت ثيرد بارتي لما نزل سونيك كادفنشر 2 الجيم كيوب باتل على الجيم كيوب شريتها وانا عندي حق الدريم كاست أوكي. بس كذا شيء غريب انك تشوف هذا الشيء تحسه إيه. حدث تاريخي إيه. عرفت؟ يقول لك رامي السلام عليكم. سلام. السلام. يقول شنو السبب اللي يخليك تعيد الالعاب حتى لو انهيتها؟ مو كنا سادة السؤال قبل؟ في احد هذا السؤال قبل شوي. ليش ليش نعيد الالعاب في هذه الحلقه؟ قبل تكلمنا شباب شكو لا لا وش يخلي اللعبه يعني تجلس؟ تجلس اه اوكي. يعني آه okay. <applause> آه فاليو اللعبه جوده ال اذا لعبت يعني تحثك انك تعيدها اكثر من مره في نهايات اكثر في نهايات مختلفه في اضافات جديده في القصه م. آه شخصية ثانيه يعني تلعب شخصيه ثانيه اعطيك انا بقى. مثال على لعبه مرة, مره مره حبيتها ومن افضل الالعاب اللعب لعبتها في حياتي بس ما اشتهي اكررها شيء غريب مره بيرسونا 5 اه اوكي اي طويله طويله دران كويست 11 اطول منها عادي اعيدها <applause> عرفت مع اني كلهم احبهم مره بس شيء غريب كذا ما ادري هل هو يمكن عشان السوشيال ما السوشيال مالي خلقه خلاص مره واحده وخلاص نظام الايام تحس شوي محددك شويه ايه مع ان اللعبه يعني فيرست بلاي ثرو اول مره لعبتها خرافيه آه انا والله لازم يكون الجيم بلاي مره جامد عشان ارجع يعني الالعاب اللي كررتهم يعني عاده تكون مترودفينيز ولا زي كذا وبرضه السولز هم اللي قدرت اكررهم برضه اي صح انا ملاحظ ايه. تلع يعني دارك سولز 3 كذا مره إيه. كذا مره الدر رينج <applause> خلصتها على البي سي مره ثانيه عشان اجهز للدي اس ايه. وبعدين رحت سويت رن ثاني بس عشان اجيب كل الاتشيفمنت بعدين <applause> سويت نيو جيم بلس ذاك رايح للباس سيده كذا خلاص يعني دا. لما نلعب دي سي العب معاك الاقيك خلاص الا <applause> تخرب علي لا دقيقه اخرب عليك اني انا او بي ولا اني اقل منك لا بتخلي الموضوع يطول اه طيب بدخل شوف شوف بدخل عليك انفيدر يقول اوف هذا سمي بكل شيء احمد الراشد أوف. <applause> مو باول مره يعني بس <applause> يقول آه، وش عوامل نجاح العالم المفتوح برايكم؟ محتوى صح أوه. بس محتوى أوه. يكون شاف يكون اي وما ما تخليني امشي فترات طويله وانا ما في شيء صح 16 إيه. 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 <applause> <applause> ولا تروح تديني اوف في تريجر اخيرا رحت لقيته تو بس ما يبع المفتوح <تصفيق> <تصفيق> أو... اي يعني زي الدرين كان يسولف عنها قبل شوي أي... في كل قرنه في شيء أي... صح و... يعني ما تعب نفسك وبعدين فجاه ما في شيء قدامك صح يا ينزل لك باص يا في, في دنجن يا في لوت إيه... واحده من مقومات التنقل تنقل صح يكون يا انه سريع في الحركه او انه لما انا استكشف هالاماكن خلاص لا تخليني اروح امشور فيها في اماكن معينه اقدر اسوي لها فاست عليها اي هذه هاي تعجبني الناس بيشتكون من طرق الزقمه <تصفيق> ليش؟ طرق <applause> الزقمه تو بيكون محدود التنقل جدا محدود زي ون تدفع الحافله توديك وممكن يطبون عليك وحوش في الطريق اه يعني ردد يابانيه <applause> انا دراجن دراجون ما دراج الى الان ما ما احس أنها في في ناس في ناس بتنفرهم يبي لها صبر غريبه مع انها لعبه احسها تعجبك انت على الكومبات حقها انا وال... متحفظ صراحه مم. ابي اجربها قبل ايه. انا متحفظ على شيء واحد انا قلت للخالد كذا مره احس اللعبه ثقيله ايه زي ايه؟ زي احس ايه؟ يعني تحكم ثقيل يعني بتاع... شفت اشياء ثانيه كانها لا 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 في 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 كلاسات سريعه يعني اللي شفناه حق الجريت سورد جريت سورد ثقيل جريت سورد واضح انه مره ثقيل لا لا بس انا 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 شفت مو بس جريت جريت سورد التريكستر وهذا احس خلقه يعني اللعبه كذا اي اللعبه نفسها ايه. كلها كذا ايه. فيها تكل. اوكي يعني أستفق. يعني دارك سورس 2 ثقل دارك سورس 3 لا ام. فهمت يعني بكل الكلاسز بكل شيء يعني اوكي و اظن عندنا سؤال في تويتش اوكي يقول عبد أه الله يقول حملت برسونا 3 ريلود على البي سي أه واثناء لعبي لها عرفت ان يا البي سي ما يناسب القرايه يعني ما إيه إيه يناسب اني إيه العب أه احتاج جهاز محمول العب عليه الالعاب اللي ما تنزل على اجهزه نينتندو اي جهاز ترشحونه؟ عندك ستيم دك خيار حلو عندك روج الاي ستيم دك قال انه يمكن مو متوفر هنا بشكل رسمي في موقع كويس يبيع اه هنا اسمه سعودي دك أي بس انا اقول اللي اللي يبغى مثلا شيء فيه ضمان ولا شيء اي ممكن روك. آه روك الاي ممكن ويندوز مم. آه اسهل لك بعد يعني تتعامل معاه وفي ليجن جو يمدحون لي يا شباب بس انا ما ما جربته نفس نظام روك الاي يعني آه هذول يعني على الاقل فيهم لهم وكيل وهذا يعني روك الاي عندك ايسوس آه ايسوس لها وكيل هنا آه ستيم دك صراحه خيار مره حلو اوكي ما له وكيل ولا شيء ولكن انا اقول لك شبه مضمون يعني ما الى الان ما شفت ولا احد من الشباب كل ستيم دكس كثيره تشغلت انه فيها مشاكل انه اوه لازم اوديها اودي الجهاز الشركه عشان يصلحونه إيه. ما ما, ما صار زي كذا اي يعني. ايوه عيوب اللي في عيوب ثانيه بس مين مصنعيه بس عيب مصنعي ما لقينا هذا ستيم ستيمي. إيه ستيم بس داك. بس انه يعني اذا هو مثلا اذا بيستخدم مثلا جيم باس او لونشرز ثانيه. لا جيم باس يبي لك روجالي زي روجالي إيه نظام ويندوز إيه. ستيم انا انا يعني شيئين ما يعجبوني في روجالي. طيب البطاريه ها وال وفتحه الاس دي كارد. بس فتحه الاس دي كارد انه, إنه على اساس انه مع مع الحراره يبدا يحمل انا موجود جنب المروحه جنب المروحه عرفت ف... فيصير يخبط ناس كثار خبط معاهم بس في عند فيه يعقوب حسيني صارت معاه م. من الجي جي آ... وداه عندهم في الكويت ايه؟ و... وصلحوه وقدر او. يستخدم الاس كارد وتمام اوكي شو اسمه؟ فممكن يعني يمكن عيب مصنعي؟ ايه هو عيب مصنعي اكيد ايه. هو ديزاين حتى يعني إيه. عيب ديزاين فتوديه لهم يضبطون لك اياها طيب وديت حقك انت لا لان انا انا اول ما جبته عارف عن المشكله هذه ما استخدمت السي كارد كبرت الاس اس دي اللي جوا بس أوكي. اصلا اشتريت الجهاز والاس اس دي جاني اظن في نفس اليوم او اليوم بعد ناسي والله م. قريب يعني إيه. ما يعني استخدمته بس شوي في البدايه بعدين جبت الاس اس دي بدلته. وزي حلص. ما قلت في البودكاست انه شلون الريكفري حقه نزل لي كل شيء نزل لي ويندوز مع درايفرز مع كل شيء حقت روج الاي كاني مم. شاري من شو اسمه من متجر اوكي عرفت عشان آه كذا انا شوي اميل للروج الاي مم. اكثر من ستيم دك مع ستيم دك صراحه مضمون يعني آه بس مم. في العاب ما اشتغلت على ستيم ديك بس اشتغلت على الروج الاي مثل الن ويك أوكي. بس بعد ابديت صار ما يشتغل على الروج الاي بيشتغل ستيم ديك لا لا ما يشتغل. ستيم ديك يشتغل اذا اذا حطيت الابيك جيمز, جيمز وكل شيء بس انه ادائها مو بزين اوكي وبس هذه مشاركتنا في مشاركة ثانية ما شوف صراحة طيب يعطيكم العافية على المتابعة ويعطيكم العافية يا شباب الله يعافيك ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة سلام السنة. سلام, سلام.